Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking. And this is going to be Unit 4, Lesson 1. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب كلكم كده تكونوا كويسين. النهارده إن شاء الله هنبتدي في أول Lesson من التريجنومتري بتاعة المنهج بتاعنا. طبعا التريجنومتري اللي بياخدها طلبة العلمي فقط. فالدرس ده أو الوحدة دي أساسا كلها هي خاصة بطلبة العلمي فقط. هنتكلم على حاجة اسمها الانجل اوف اليفيجن اند ديبريشن. طيب احنا طبعا اخدنا درس تقريبا هو نفس التايتل ده في اولى ثانوي. الفرق بس في ايه؟ الفرق ان الرولز اللي حضرتك اخدتها الترم الاول في الساين لو والكوزاين لو طبعا دي من الحاجات اللي بتخليك تحل الترينجلز السوليوشن اوف ترينجل، يعني جزء من انك بتعرف تجيب الانجل ناقصه سايد ناقص، فبالتالي هنستخدمها بشكل كبير جدا الى جانب الانجل اوف اليفيجن وديبريشن اللي هو شغل اولى ثانوي. طيب افكر كده حضرتك بسرعه بالساين لو والكوساين لو. بص يا سيدي، الساين لو طبعا انا حاطط اي اخر الساين لان كلمه ساين اصلا اخرها اي، ماشي؟ ده ابريفيشن ليها ان احنا بنكتب ساين، يعني باي ذا واي ات مينز كيرف، يعني معناها كده ان لاتن طبعا، ولكن يعني دي حاجه تاني. يبقى الساين لو كان عباره عن ايه بمنتهى البساطه كده؟ لو عند حضرتك مثلث بالشكل ده، المثلث ده وليكن اسمه ABC، اهو ABC، كنت بسمي اللي في وش ال A اسمه A small، اللي في وش ال B اسمه B small، اللي في وش ال C اسمه C small. الساين لو كان بيقول ايه؟ هي ratios. كنا يا ولاد بنقول A السايد اللي اسمه A over sin A equal B over sin ال b equal c over sin c. تمام كده؟ طيب ايه الكوزاين لو؟ تعال كده اما نشوف الكوزاين لو كان بيقول ايه. الكوزاين لو، الكوزاين لو يا ولاد كنت بستخدمه امتى الاول؟ امتى كنت بستخدم الكوزاين لو بدل الساين لو؟ اولا لو عندك 3 sides، لو عندك 3 sides، أو لو عندك 2 sides و included angle and included angle، ساعتها غصب عنك أنت مضطر تستخدم الكوزاين لو. اللي هو بيقول إيه؟ بص يا سيدي الموضوع بمنتهى البساطة، لو أنا عايز أعرف A power 2، A power 2 بتقول لي عبارة عن B power 2 plus C power 2 minus 2BC كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي كوزاين الاي. اوكي كده؟ طيب نفس الكلام لو انا عايز اعرف بي باور 2، شايف السايد اللي هنا ده كده باور 2 بتقول لي عباره عن ايه؟ اي باور 2 اللي هو ده بلس سي باور 2 ماينس 2 اي سي، نفس الاي والسي، كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي كوزاين البي. ولو كنت عايز اعرف سي باور 2 نفس الفكره بقى، خلاص الناس اللي حفظت، اي باور 2 بلس بي باور 2 minus 2ab cosine c. خد بالك لما انا عايز اجيب السي بار 2 بتلاقي كوزاين السي هي الانجل اللي انا بجيبها. طيب كان في برضو ناس يعني كانت بتحب تجيب، لو انا عايز اجيب الانجل مره واحده، طبعا هي شغل الجبرا، يعني انا اقدر اودي، وليكن مثلا اشتغل على دي، اقدر اودي ال 2ab cosine c الناحيه اللي هنا كده بدل ما هي بالماينس تروح بالبلس، واجيب السي بار 2 هنا، انت فاهم؟ يعني اكتب ال 2ab شايف هوديها هنا اهي كوزاين سي equal a power 2 plus b power 2 minus c power 2، صح؟ بعدين بدل 2ab اعملها divide، يعني انت متخيل كده هشيلها من هنا اهو 2ab واعملها divide over 2ab. يعني ده برضو ايه، ده الناس يعني بتحب تحفظ، ولكن انا شايف انت احسن تعرف دول وخلاص على كده، والباقي بتجيبهم منه يعني. ماشي يا شباب، ده كان ملخص الساين لو والكوزاين لو. طيب تعالى بقى اما نبتدي نتكلم على الانجل اوف اليفيجن وديبريشن وافكر كده حضرتك بيها. الموضوع بمنتهى البساطه، لو انا عندي حاجه كده وعندي تاور برج مثلا، وانا واقف تحت التاور عايز ابتدي ابص على البرج ده، عايز ابص على اعلى حته في البرج ده، بنقوم عاملين ايه؟ باجي كده ابتدي ابص لفوق اهو، ابتدي ابص كده في الاتجاه ده. الزاويه اللي ما بيني انا وما بين الحته اللي انا ببص عليها اللي هي الزاويه دي اسمها الانجل اوف اليفيجن. ماشي يا اولاد؟ يبقى دي اسمها الانجل اوف اليفيجن، ان انا ببص بإليفيت، ببص بعيني كده على مستوى النظر على حاجه فوق. اوكي؟ طب ايه الانجل اوف ديبريشن؟ الانجل اوف ديبريشن ان انا ببص لتحت،
ماشي؟ يعني ايه؟ يعني لو انا عندي نفس الحاجة دي، بس انا المرة دي واقف يا سيدي انا على البرج بتفسح فوق، ابتديت ابص على العربيات اللي تحت، عندي عربية اهي موجودة هنا، بص عربية رائعة كده اهي، ببتدي ابص عليها، ببص على العربية. لو انا جيت انا واقف فوق البرج كده ومبسوط خالص، ابتدي ابص من فوق على هذه العربية وابتدي ابص كده، فين الانجل اللي بتتكون؟ خلي بالك الانجل بتتكون ما بين الهوريزونتال لاين اللي هو مدى نظري، اوكي، وما بين العربية دي، هي دي الانجل اللي بتتكون. تقول لي ايه ده، طب ما كده كده في حرف زد، ما هي السيتا دي هي السيتا دي، اه نفس الحاجة. فلو انت واخد بالك الانجل اوف الفيجن، بتلاقي دايما ان الانجل اوف الفيجن ايكوال انجل اوف ديبريشن. ماشي يا ولاد؟ الانجل اوف ديبريشن. فانت برضو ايه، تبقى عارف الكلام ده. ده بمنتهى البساطة الفكرة العامة للموضوع ده. طيب خلينا بس شوية ريماركس كده قبل ما نبتدي نحل على حاجة، يعني قبل الحل كله. بص يا ولد، لو أنا واقف هنا أهو، واقف كده ومبسوط هنا كده، وعايز أبتدي أبص على برج أهو، برج كده وابتديت أبص عليه، ببص بنظري يعني أهو، بصيت كده، خلي بال حضرتك لو أنا مشيت شوية وجيت أبص تاني على أعلى حتة في البرج، الزاوية الانجل اوف اليفيجن تفتكر هتزيد ولا هتقل؟ لو انا مشيت لقدام كده، انا مشيت في الاتجاه ده، انت متخيل كده انا باصص على البرج بعيني كده، بص بص كده على حاجة لفوقيك دلوقتي، بعدين اتحرك قدام شوية تلاقي رقبتك بتتلوح لفوق صح؟ عشان تعرف تبص عليها، فالزاوية بيحصل فيها ايه؟ بتزيد. يبقى كل لما بمشي لقدام الانجل اوف اليفيجن بتزيد صح؟ طب لو انا رجعت لورا، انت متخيل بقى لو انا كنت اساسا واقف هنا رجعت لورا، الزاوية بتقل. فالريمارك دي تبقى عارف، لانه ساعات ما يقولكش، يعني مثلا ساعات يجي يقول لك ايه، يقول لك واحد كان بيبص على التوب اوف تاور، اوكي، وكان عامل زاويه 25 مثلا، بعدين هي ووكت 40 متر، وما يقولكش مشي ناحيه التاور ولا اوبوزيت ولا ان اوبوزيت دايركشن تو ذا تاور، بيقول لك بس الانجل الجديده بقت 25. اه ده انا فهمت من كده انه مشي لقدام عشان الزاويه زادت. فالريمارك الصغيرة دي تاخد بالك منها، هو طبعا في معظم الحالات بيقول، انما فرضا لو ما قالش تبقى برضو انت فاهم الكلام ده. طيب انا الجزء الاول اللي في الكتاب عبارة عن مسائل تشوز، انا هحل الاول مسائل بعدين ارجع للي تشوز، اوكي، عشان بس ايه الناس تبقى فاهمة انا هعمل ايه. انا هبتدي من question 2 شوية مسائل كده، بعد ما اخلص المسائل نرجع تاني للي تشوز. طيب تعالى كده اما نبتدي نشوف المسائل بتعمل ايه. ونصيحة يعني في المسائل دي، حاول تخلي رسمتك نظيفة ومنظمة، كل ما هتكون معفن أكتر في الورقة كل ما مش هتعرف تحل المسائل وهتلاقي الحاجات دخلت في بعض. فبعد إذنك نظام كده ماشي، ومش عايزين همجية، وتكون قلم ومسطرة كده ماشي، مسطرة وقلم رصاص وورقة كويسة بتقعد ترسم فيها الكلام ده، بلاش اللي هو الإيه النكش اللي بيتعمل ده، لأنك أنت اللي مش هتشوف الحاجة وبالتالي مش هتعرف تحل. ماشي؟ نبتدي كده من question 2، بيقول لي from a point on the ground a man observed the top of a tower. طيب ادي يا سيدي، ادي الجراوند ليفل بتاعي اهو، من الجراوند a man observed the top of a tower at an angle of elevation of measure 25 degrees. يعني انا عندي تاور، ادي وليكن شكل التاور اهو، ماشي ده تاور اهو، واحد observed the top of a tower، لقى الانجل بتاعته بكام؟ 25. ادي يا سيدي اول انجل اهي ب 25، ماشي بص كده قال لي الانجل دي ب 25 degrees. وبعدين when he walked horizontally towards the base of a tower، اه ده مشي قدام كده، يعني بدل ما الراجل كان هنا مشي لقدام شويه، towards the base of a tower 40 meter، مشي لقدام، اه ده مشي قد ايه؟ ده مشي 40 meter، فضل يمشي 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 لحد ما مشي مسافه 40 متر. طيب وبعدين يا مستر، the measure of the angle of elevation to the top became أصبحت 42 degrees. اه ده انا بقى عندي الانجل الجديده، بص كده الانجل الجديده بعد ما مشيت 40 بقت، بعد ما مشيت 40 متر بقت كام؟ بقت 42 degrees. دي الانجل الجديده. عايز يعرف ايه؟ find the height of the tower، عايز طول التاور. اول حاجه تعملها في المسائل دي سمي، حط letters عشان انت ما تتلخبطش، وليكن هسمي دي A، اسمي دي B، اسمي دي C، واسمي دي D. طيب يا مستر احل ازاي؟ انا عايز اعرف ده.
بص نصيحة كده، طالما عندك لينس اشتغل في المثلث اللي هو مديك اللينس فيه. يعني انا هشتغل في المثلث ده، تقول لي ماشي انا عندي سايد وانجل. لا انت عندك شوية انجلز كمان تقدر تحسبها. تقول لي ازاي؟ اقول لك يا سيدي مش الانجل دي كده، ممكن تقول لي الانجل اللي اسمها 40، الانجل اللي 42 دي اكستيريور انجل، عبارة عن الانجل اللي ب 25 بلس الانجل الصغنونة دي. يعني الاكستيريور انجل انا عارف انها ايكوال السم اوف ذا تو نون ادجيسنت انجل، فانا كده عرفت يا مستر اقدر اجيب الانجل دي. هنقوم عاملين ايه؟ اعمل 42 ماينس 25. ماشي كده؟ ادي يا سيدي اهو للناس حتى عشان تبقى معايا اهو، ادي كالكوليتور اهو، يلا ولا تزعل نفسك اهو، ادي كالكوليتور اهي معايا وهنشتغل مع بعض اهو. هعمل 42 ماينس 25، جبت الانجل دي تطلع بكام؟ 17. ادي يا مستر الانجل دي اهي 17، اكتب عليها. طيب بعد ما عرفت ان الانجل دي ب 17 يا مستر، ما انا ممكن اجيب دي برضو، كنت ممكن اجيب الاول 180 ماينس 42 اجيب الانجل دي بعدين اجيب دي تطلع 17، ما صح يا ابني؟ ومال، تعال اما نجيبها بالمره 180 ماينس 142. ماشي اهو 180 ماينس 140 سوري ماينس 42 تطلع بكام؟ ب 138. يبقى انا كمان عرفت الانجل دي بكام؟ ب 138. ماشي. بعدين يا مستر نعمل ايه؟ ابلاي ايه بقى؟ بص انا عندي، انا همسك المثلث ان تراينجل اي سي دي، شايف المثلث اللي اسمه اي سي دي؟ ابلاي ساين لو في المثلث ده. هقوم قايل يا ولاد ال 40 اوفر ساين الكام بقى؟ ال 40 اوفر ساين اللي قدامها اوفر ساين ال 17 ايكوال ال اي سي مثلا، صح؟ اللي هو ال اي سي اوفر، فين اللي في وش ال اي سي؟ ساين ال 25، صح؟ خلي بالك انا شغال في المثلث ده بس ماليش دعوه غير بيه. يبقى ال اي سي اوفر ساين اللي قدامه اللي هي ال 25 ايكوال ال اي دي اوفر ساين، فين الانجل اللي في وش الاي دي؟ ال 138. اقدر اطلع الاي سي واقدر اطلع الاي دي. تعالى كده اما نجيب ده ونجيب ده اهو، امسح بقى الخطوط اللي انا كنت عاملها دي ماشي عشان تفضل الدنيا كويسه معايا كده. تعالى يا بطل يلا نحسب الاي سي ونحسب الاي دي. نحسبها ازاي يا مستر؟ كروس مالتيبليكيشن. ادي الكالكوليتور اهي، طبعا انا بس بحسب بالتفصيل في الاول بس بعد كده ايه يعني هنجري بقى شويه. بص انا هعمل ايه يا سيدي عشان اعرف الاي سي؟ هعمل 40 تايمز ساين 25 اوفر ساين 17. يبقى ادي اشد الاول علامه فراكشن كده واقوم كاتب 40 تايمز ساين 25 ساين، واقفل البراكت اوفر ساين 17. فين ساين 17؟ سوري اوفر، انزل لتحت ساين 17 واقوم قافل البراكت يا شباب وادوس ايكوال. بص طلع بكام الاي سي؟ طلع ب 57.81 اهو، 57.81. طب يا مستر ادينا كده عرفنا الاي سي طبعا ان ايه هو ده بالمتر، اليونتس بالايه بالمتر، يبقى متر. يبقى اديني كده عرفت الاي سي. طب نفس الكلام تعالى كده اما نجيب الاي دي، اجيب الاي دي ازاي يا مستر؟ من نفس يا ابني الريشيوز، صح؟ من نفس الريشيوز. ثواني كده نطلع الكالكوليتور، مش عارف قفلت ليه. ادي الكالكوليتور بتاعتنا، عفوا تاني نرجع تاني بقى للسلايد بتاعتنا. يلا نيجي يا ولاد نجيب الاي دي. تقول لي يا مستر هعمل ايه؟ هعمل 40 تايمز ساين 138 اوفر ساين 17. يبقى هنعمل 40 علامه فراكشن اهي، 40 تايمز ساين ال 138 ساين ال 138 ونقفل البراكت ونقوم عاملين اوفر ساين ال 17، اوفر ساين ال 17 ونقفل البراكت عشان ما تديناش ايرور. يطلع الكلام ده ب 91.5. عرفت ان ده كده الاي دي ب 91.545 مش عارف ايه، اوكي ان متر طبعا. ماشي اديني كده عرفت الاثنين دول. طب يا مستر بعد ما احنا عرفنا الاثنين دول ها نعمل ايه؟ نتصرف ازاي بقى دلوقتي؟ بص يا سيدي انا عرفت دلوقتي، طب ما خلاص يا ابني انا عرفت الاي سي مثلا، عرفت ان ده كده 57.81. بقى عندي مثلث، خلي بالك دي 90 ودي 42 والانجل دي اقدر اجيبها ولا لا؟
تقول لي طبعا يا مستر اقدر اجيبها، دي هتطلع 48. 180 ماينس صح 90 و42، عرفت الانجل دي 48. يقول لي امسك بقى المثلث ده اللي اسمه اي بي سي، شايف المثلث اللي اسمه اي بي سي؟ انا عارف سايد فيه اهو ب 57.81. واحد تاني يقول لي لا طب انا عندي الاي دي كله، امسك المثلث الكبير كله. وماله؟ اللي انت عايزه. انا قررت هشتغل في المثلث اللي اسمه اي بي سي، فنقوم قايلين ان تراينجل اي بي سي. يلا تعالى اما ابلاي ساين لو، هتقوم حضرتك قايل لي ايه؟ بص كده ال 57.81 هعملها اوفر ساين الكام يا ولاد؟ ساين اللي قدامها اللي هو ساين ال 90 ايكوال. انا عايز اعرف الهايت اوف تاور اللي هو الاي بي، صح؟ ده اللي هو عايز يعرفه اصلا. هنعملها اوفر ساين الايه بقى؟ ساين ال 42 كروس مالتيبليكيشن. وانا كده خلصت المساله بتاعتي. طب تعالى كده اما نحسبها يا شباب، نقوم عاملين ايه؟ ال 57 اهو 57.81 تايمز ساين كام؟ ساين ال 42. ساين ال 42 وادوس ايكوال، ممكن ادوس ايكوال اهو، اعملها اوفر ساين 90 اوفر ساين ال 90 واقوم قافل البراكت وادوس ايكوال. بص طلع بكام؟ 38.6. طبعا هو بيقول لي تو ذا نيرست ميتر، يعني تقريبا 38 وحاجه، 38.6 اللي هي 39 يا مستر. يبقى يطلع الاي بي في الاخر بكام يا اولاد؟ او الهايت اوف تاور الاي بي يطلع في الاخر ب 39 مترز. فهمنا كده عملنا ايه؟ يبقى ده الموضوع بمنتهى البساطة. واحد يقول لي طب يا مستر الستبس والكلام ده، طبعا انت المفروض تكتب له كل الكلام ده، سنس ان دي بكذا وسنس ان ده، بس طبعا انت في معظم الحالات المسائل دي لما بتيجي لحضرتك تشوز، فانت طبعا الستبس دي عشان كده بقول لك حاول تخلي الرسمة منظمة عشان لو كتبت عليها ارقام انت تشوفها. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي للمسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها زيها بالظبط، يعني بص أنا بقراها دلوقتي أهو. بيقول لي from the point of on a ground a man observed the top of a tower at an angle of elevation 25. يا سلام ده نفس الرقم. Then he walked horizontally towards the base of the tower x meter. يعني هو عندي tower، الراجل ده مشي لقدام شوية، كان الأول بيبص على التاور، كان بيبص هنا كده على البرج، أول angle كانت بكام؟ ب 25. بعدين الراجل ده مشي شويه towards the top of it, towards the base of the tower، ولقى الانجل الجديده بقت 55. يعني اول انجل كانت 25، مشي مسافه اسمها اكس، بعدين بص تاني لقى الانجل الجديده 55. بيقول لي if the height of the tower is 85، لو طول التاور نفسه 85، عايز يعرف المسافه اللي هو مشيها قد ايه. ها تفتكر كده نشتغل من انهي مثلث؟ تقول لي يا مستر نشتغل من المثلث اللي هو مديني اللانس فيه. يعني هشتغل من المثلث ده. ها تقوم حضرتك عامل لي ايه بقى؟ 85 اوفر طبعا الانجل دي 90 والانجل دي 55. ممكن على طول تجيب لي الانجل اللي فوق دي لو انت عايز تجيبها. تعال اما نجيبها يا سيدي بالمره. يلا نجيب الانجل اللي فوق دي ازاي؟ هتعمل 180 ماينس 90 بلس 55 وتحسبها لي، تطلع ب 35 degrees. يلا تقول لي 85 over sine كام؟ طبعا ده اسمه ايه المثلث؟ تعالى اما نسمي بقى، تسمي لي ده A B C and D. هتقول لي in triangle ABC. in triangle ABC. يلا 85 over sine ايه يا اولاد؟ over sine ال 55 equal. وليكن مثلا ال A السايد اللي اسمه ال AC اللي انا ما اعرفوش ده over sine الكام؟ over sine ال 90 equal. وليكن السايد اللي اسمه ال BC over sine 35. أقدر من خلال ده أطلع طول ال AC وأطلع طول ال BC. ماشي كده؟ طيب تعالى يا سيدي أما نطلع ده ونطلع ده. آدي الكالكوليتور بتاعتنا. معلش طبعا إحنا هنقعد نحسب كتير في الكلام ده، فيعني المسائل بتطول شوية، بس كلها عشان خاطر الكالكوليشنز يعني. طيب عايز أجيب طول ال AC، هنقوم عاملين إيه؟ 85 times sine 90 over sine 55. يبقى نقوم عاملين 85 times sin ال 90 يا شباب. ماشي الكلام ده over ايه؟ over sin ال 55 ونقوم قافلين البراكت. يطلع بكام؟ يطلع ب 103.7. ماشي ده ال AC 103.76. طب بالمرة بقى نطلع ال BC. نجيب ال BC ازاي يا مستر؟ واحد يقول لي نجيب البي سي ازاي؟ تعالى يا سيدي اما نجيب البي سي، انا كده كده ممكن احتاجه. بالمره هنعمل 85 تايمز ساين 35
over sine ال a اهو. بص ادي الريشيو اهي والريشيو اهي عشان دي كامله، بس هعمل 85 تايمز sine ال 35 over sine ال 55 صح، ده تايمز ده ديفايد ده، اطلع البي سي على طول. طيب يبقى هنعمل 85 تايمز sine الكام يا ولاد؟ sine ال 35. بعد ما اعمل الكلام ده اعمله divided by الانسر divided by sin ال 55 وادوس equal، يطلع الكلام ده بكام؟ ب 59.51. طبعا كل المسافات دي in meters. طب يا مستر بعدين امسك يا سيدي المثلث ده، تيجي كده نمسك المثلث، على فكره ما كنتش محتاجه في حاجه، بس على ما نمسك المثلث ده وخلاص تقول لي بص يا مستر انا محتاج انجلز الاول عشان اشتغل في المثلث ده، انا كل اللي عندي انجل واحده ب 25. اقول لك لا، ما انت تقدر تجيب اللي جنب ال 55 صح، مش كل دي كده ب 180. يبقى هعمل 180 ماينس 55 تطلع الانجل دي بكام؟ 100 اظن 125 تمام. طب عرفت الانجل دي ب 125، واحده ثانيه ب 25 تطلع الانجل اللي فوق بكام؟ ب 30 ماشي يا شباب. طيب انا مستر اديني عرفت انجل كل الانجلز اهو، نجيب السايد الاكس ده ازاي؟ خلاص هقول اكس، طبعا اسمه ايه المثلث ده سوري، تقول لي ان الترينجل اللي اسمه اي سي دي، هتقوم قايل لي حضرتك اكس اوفر ساين اللي قدامها، فين اللي قدام الاكس؟ ساين ال 30 ايكوال ال 103، الرقم الغريب ده 103.76 اوفر ساين ال 25. ايه ده سوري 25؟ طب ما انا كده يا مستر خلاص طلعتها. واحد تاني كان يقول لي انا همسك المثلث الكبير اجيب السايد اللي اسمه البي دي كله، وانا كده كده عندي البي سي اعملهم ماينس، صح برضه صح، ما انت كده كده عندك الاي بي، كل دي طرق صح للحل. فالموضوع في الاخر في ايدك انت. بعد ما نحسب الكلام ده تعالى بقى بطل اما نطلع الاكس، هنقوم عاملين ايه؟ ال 103.76 اقوم عاملها يا اولاد تايمز ساين 30 ماشي، وبعدين اعملها ديفايدد كام؟ ديفايدد باي ساين 25 وادوس ايكوال طبعا ماشي، تطلع في الاخر ب 122.7. قال لي تو ذا نيرست ميتر، يلا ابروكسيميت بقى كلام العيال الصغيره ده 0.7، ال 7 دي تكبرها يعني قول 123 صح. يبقى الانسر في الاخر الاكس طلعت ب 123 meters ماشي يا شباب. ده كده كان الكويشن ده، اظن يعني انا شايف الموضوع هبل جدا. نيجي اللي بعده بيقول لي from the point on the ground level ماشي، a man found that the measure of the angle of elevation to the top of a rock ماشي، يعني ادي كده يا سيدي الجراوند ليفل، واحد found that the measure of the angle of elevation to the top of a rock is 75، يعني عندي روك الاعلى حتة فيها 75 ماشي، نقوم بصين كده 75 degrees ماشي، واحد 75 خلينا مثلا ماشي، بس 75 اكبر شويه يعني، مثلا انا ممكن اخليها كده اهو 75 degrees يعني، برضه يستحسن يعني تحاول تخلي ايه الحاجه منطقيه شويه 75. بيقول لي the man walked on the horizontal road in the opposite direction of the base of a rock. طبعا واحد يقول لي ايه ده، هو ده شكل روك يا سيدي؟ ايه دي اعتبرها روك، ايه حلوه انا مبسوط بيها كده ماشي. واحد بقى مشي بعدين بيقول لي ايه، then the man walked in a horizontal road in the opposite in the opposite direction of the base of a rock at a distance of 80 meter، يعني الراجل ده رجع لورا 80 meter، انت متخيل كده؟ ام ايه ام راجع لورا كده 80 meter، رجع لورا 80 وبعدين بعد ما رجع 80 he found that the measure of the elevation angle to the top of a rock became 52. الانجل بقت 52. طب هو كان لازم يقول لي ان هو مشي in an opposite direction؟ ما كانش لازم يقول لك، كان ممكن على طول يقول لك ان بقت 52 فانت تفهم انه رجع لورا. ليه؟ لان الزاويه قلت معايا كده يا باشمهندس. طيب بيقول لي ايه بقى، if the two points of observation ماشي and the base of the rock are collinear، يعني كلهم على نفس الخط ماشي، يعني كل دول كده على نفس الخط ماشي يا سيدي. وبعدين find the height of the rock to the nearest meter، اول حاجه قلنا نعملها تعالى اما نسمي، هسمي ايه؟ b c and d. يلا اللي تبص ده طبعا ب 90 ماشي، ده طبعا ايه احنا على طول عارفين ان ده ب 90. يلا تعالى بقى ما نشوف هنبتدي في انهي مثلث. تفتكر كده قلنا اللي فيه على طول اللانس هو مديهولك. محتاج اجيب باقي الانجلز، اجيب يا مستر الانجل اللي جنب ال 75 دي، هقوم عامل ايه؟ 180 ماينس كام يا ولاد؟
minus 75 يطلع الكلام ده معايا بكام؟ ب 105. تمام كده؟ once اني جبت الانجل دي والانجل دي اقدر اجيب الانجل الصغننه اللي فوق دي. اه تعال لما نجيبها بالمره. تقول لي يا مستر سوري انت بتجيبها ليه؟ يا سيدي انا حر اهو، هي هتفرق معاك في حاجه؟ تعال لما نجيبها، ادي الكالكوليتور بتاعتنا اهو، ادي الكالكوليتور. تعال بقى اما نحسبها، هنقوم عاملين ايه؟ سوري يا هادي النيل، هنقوم عاملين ايه يا اولاد؟ هنقوم عاملين 180 ماينس وافتح براكت واقوم كاتب 105 بلس 52 عشان اعرف الانجل دي الزاوية دي بكام؟ تطلع ب 23. عرفت يا مستر انا ان الزاوية اللي فوق دي ب 23. تقول لي هعمل الساين لو ماشي عشان مثلا اجيب الاي سي، بعد ما اجيب الاي سي بقى عندي سايد في المثلث الصغنون، عرفت طول التاور او طول الروك يعني. طيب خلاص كده انا كده فهمت هعمل ايه، خلاص انا محتاج اجيب الاي سي. يلا يا بطل قول لي نكتب الرول. اول حاجه تقول لي انا هشتغل في انهي مثلث؟ انا هشتغل في المثلث اللي اسمه اي سي دي. تقول لي ان تراينجل اي سي دي، هشتغل في المثلث ده. يلا الساين لو على طول، 80 اوفر ساين الكام؟ ها 80 اوفر ساين اللي في وشها ساين ال 23 ايكوال الاي سي اوفر ساين ال 52 صح؟ تقول لي يا مستر طب ممكن اجيب الاي دي؟ ممكن ماشي هات الاي دي لو انت عايز، بس انا شايف اني مش هحتاجه. عايز تجيبه ماله هاته، انا مش محتاجه دلوقتي. تعالى كده اما نشوف ده، لان انا خلاص قريت انا فهمت خلاص من المسائل ان انا مش محتاج اجيب، كنت عمال اجيب حاجات كتير في الاول، بعد كده انا فهمت اني مش محتاجه قوي. اهو هو ال 80 تايمز ساين ال 52 وبعدين يا اولاد نعمل الكلام ده ديفايدد باي ساين ال 23 يطلع بكام؟ كل الكلام ده يطلع ب 161.3. تعالى كده اما نكتب 161.3 الاي سي ايكوال 161.3 متر. طب عرفنا الاي سي يا مستر. طب يا مستر استنى، بعد ما انا عرفت الاي سي ده نقدر نعمل ايه بقى؟ تخيل كده انا بقى عندي امسك المثلث الصغنون، عرفت السايد منه ب 100، قلنا 161.3 امسك بقى المثلث ده ان تراينجل اي بي سي. طيب تعالى كده اما نحسب اهو، ان نكتب كده الكلام ده اهو ان تراينجل اي بي سي. يلا ال 161.3 ده اللي هو السايد اللي اسمه اي سي اوفر ساين الكام؟ اوفر ساين ال 90 ايكوال الاي بي اللي هو طول الروك بتاعي اوفر ساين ال 75. طب تعالى يا مستر يلا قول لنا بقى هتطلع بكام. تعالى كده بص معايا، هنقوم عاملين 161.3 واسيبها زي ما هي، بص كده مكتوبه على الكالكوليتور بنفس كل حاجه، تايمز ساين 75 تايمز ساين 75. انا كده ما عملتش ابروكسيميشن لاي حاجه، بعدين اعملها ديفايدد باي كام يا ولاد؟ ديفايدد باي ساين 90 واقوم دايس ايكوال يطلع ب 155.8. بيقول لي يعني تو ذا نيرست متر تبقى كام؟ 156 صح؟ يبقى طول الروك ب 156. طيب ريمارك صغيره كده عايز اقولها بعد اذنك، ساعات يجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لي امان مثلا واحد مثلا راجل بيبص مثلا اوبزرفد اتري، يجي واحد بقى فنان في نفسه كده يقعد يعمل لي ايه بقى؟ او يعني واحده انسه، لان الكلام ده هم دايما يعني في بعض الصبيان بيحبوا يعملوا، يقعد بقى ايه يفنن لي بقى ويعمل لي شجره ويعمل لي مش عارف ايه، ويقول لي بقى واحد بيبص يا ابني ليه يا ابني. بص احنا عندنا لما يجي يقول لك واحد بيبص على حاجه اعمل زي ما انا بس بقول لك كده، اعمل ريكتانجل كده، بيبص بقى على شجره على صخره بيبص على مش عارف ايه، هي كده الشكل ده حلو، احنا كده كويس ماشي. عشان ممكن واحد يجي يقول لي يقول لها مستر مش هو بيبص على روك؟ بص بقى انا هعمل له ايه روك بقى بجد بقى حاجه كده بقى، بص يقعد بقى يعمل لي كده ويقول لي بقى مش عارف ويلاقي الانجل مش باينه مع 90، بص بقى ايه ده، طب ما هي مش 90 اهي. ليه يا ابني؟ ما انت يا ابني خليك كويس معايا كده يا شباب. فبعد اذنك يعني الحته دي بلاش نفنن ماشي، خليك دايما قال لك بيبص على روك اعمل ريكتانجل كده صغنون بس عشان تعرف ان الانجل دي 90 على طول ماشي. نيجي اللي بعده بيقول لي ايه، from the top of a tower of height 65. طيب انا عندي تاور طول التاور ده نفسه 65 ماشي، ادي تاور اهو طوله 65 ماشي، ماله بقى؟
ابو 65 ده، بيقول لي ده ميجر اوف تو انجلز اوف ديبريشن، يعني انا ببص على حاجتين اتنين، ببص على اتنين انجلز، اول انجل ب 32، تاني انجل ب 21.3. بص يا اولاد دايما الانجل الكبيره اللي بتبقى اقرب، يعني ايه؟ يعني بص كده، دي اول انجل، انا هحاول ارسم انجل اوف ديبريشن اوف 32. مش انا كده لو ببص على حاجه لتحت اهو، ببص على حاجه لتحت، لو دي 32 تبقى كمان دي 32. ماشي، ارسمها. بعد ما ترسمها امسح الخط ده وسيبها كده. بعد كده انا عايز ابص على حاجه ايه بقى؟ عايز ابص على حاجه ايه؟ تقول لي يا مستر ده عايز يبص، دي مثلا بيبص على النقطه، وقال لي A and B respectively. كلمة respectively يعني ايه؟ يعني بالترتيب، يعني ال point A هي اللي ب 32، يبقى دي ال point A. ال point B اللي بيبص عليها لقى الانجل ب 21 بوينت حاجه، اه يبقى ال point B هنا. بص بقى، لو انا عايز ابص واقف هنا، عايز ابص على ال point B، هقوم باصص كده، ادي ال angle of depression الثانيه، وادي محور نظري، وده 21 بوينت حاجه، صح؟ ما هي لو دي 21 بوينت حاجه تبقى دي 21 degrees و13 minutes زي ما هي، وامسح الخط اللي فوق ده، خلاص ما بقاش ليه اي 30 لازمه. فهمت بقى انا عملت ايه كده؟ طيب بيقول لي if D represents the base of the tower، ام مسمي ال base of the tower D. ماشي، وبيقول لي ايه؟ point A belong to BD. يا سلام، ده كمان بيسهل عليك، بيقول لك ان ال A يعني من الاخر ال A وال B وال D على نفس الخط. find the length of AB، عايز طول ال AB. خلاص يا مستر، دي بقت اي، بقت زي المسائل اللي احنا عمالين نحل فيها. اول حاجه هشتغل في انهي مثلث يا ولاد؟ طبعا الانجل دي 90، ماشي كده، هشتغل في انهي مثلث؟ قلنا اللي هو مديك فيه ايه، اللي هو مديك فيه لينس، هو مديني لينس هنا. تعالى اما نسمي الانجل اللي فوق دي مثلا نسميها ايه، سي، نسميها سي، ومش مديني اسم ليها، خلاص سي. هشتغل في الترينجل اللي اسمه اي دي، سوري، هشتغل في الترينجل اللي اسمه اي دي سي، ان ترينجل اي دي سي، عندي انجل ب 90 وانجل ب 32، اقدر اجيب الانجل دي يا ولاد تطلع بكام؟ ب 58. طيب يا مستر تيجي نجيب طول، انا هفكر معاك اهو، تيجي نجيب طول الاي سي. بعد ما اجيب طول الاي سي بقى امسك المثلث ده، امسك المثلث ده بقى عندي سايد فيه دلوقتي، بعد ما اجيب الاي سي اقوم بعد كده جايب الاي بي. اه دي فكره حلوه، خلاص يا مستر تعالى، خلاص انا كده فهمت هعمل ايه. انا اول حاجه هعملها هشتغل في المثلث اللي هو مديني فيه اللينس، اجيب من خلاله الاي سي، بعد ما اجيب الاي سي ابتدي امسك المثلث الثاني واجيب الاي بي. تعالى كده اما نشوف هنجيب الاي سي ازاي. يلا هنقول 65 اوفر ساين الكام يا ولاد؟ اوفر ساين ال 32 ايكوال الاي سي اوفر ساين ال 90. يلا هات لي الاي سي. الاي سي عباره عن ايه؟ يلا نطلع الكالكوليتر اهي، ادي انا بشتغل معاك. انا طبعا في ناس ممكن قاعده دلوقتي يعني معاك الكالكوليتر يبتدي يحسب. طبعا انت بتفكر واحسب ليه؟ ما انت بتحسب له. ماشي، 65 تايمز ساين 90، بعدين نقوم قايلين ايه؟ ديفايدد كام يا ولاد؟ ساين ال 32، وندوس ايكوال، يطلع بكام الاي سي؟ طلع ب 122.66. ماشي، 122.66. بعد ما انا عرفت السايد ده يا ولاد اقوم جاي مشتغل بقى في الترينجل التاني. بس استنى، الترينجل التاني ما انا محتاج اعرف الانجلز نفسها عشان لما اقول دي اوفر ساين الاي بي ابقى عارف الانجل دي بكام. طب تعالى نحسبها، مش دي كده كلها ب 180؟ اعمل 180 - 32، ماشي، تطلع ب 148. بعد ما عرفت دي ب 148 ودي ب 21 degrees و 13 minute، ما تيجي نحسب الثانيه، هعمل 180 ماينس الاثنين دول بلس بعض. تعالى كده انا فاهم هعمل ايه كده اهو، نقوم كاتبين 180 ماينس وافتح براكت واعمل 148 بلس 21 degrees، 21 degrees بدوس كوما و 13 وادوس كوما، وادوس كوما واقوم قافل الكلام ده، يطلع بكام الفكره؟ بص لو عايز تدوس كوما اهو يطلعها لك الزاويه بالظبط، تطلع ب 10 degrees 47 minutes، يعني الانجل اللي فوق دي 10 degrees 47 minutes. طيب تعالى يا مستر هنقوم قايلين ايه بقى؟ بص يا بطل، ال AC اللي انا عارفه، مش انا لسه جايب ال AC اللي هو 122.66 over sine ال A، ساين اللي قدامها اللي هو ب 21 degrees 13 minutes equal ال AB اللي انا عايز اعرفه اوفر ساين الكام يا اولاد؟ ساين 10 degrees
سوري 10 degrees وال 47 minutes. طيب تعالى بقى اما نعمل cross multiplication كده، هعمل 122.66 times sin الكام يا باشمهندسين؟ sin ال 10 degrees 10 وادوس كوما 47 واقوم دايس كوما واقفل البراكت وادوس equal بعدين divided by الانسر بقى divided by sin ال 21 degrees و 13 minute 21 كوما و 13 واقوم دايس كوما واقوم قافل هذا البراكت، يطلع في الاخر الاجابه ب 63.4. طبعا مش الفور دي اصغر من الفايف، خلاص يبقى الاجابه 63 meters. دي simplest form. ماشي يا شباب، يعني اتمنى دي طبعا تكون واضحه لحضراتكم. حاول بعد اذنك توقف الفيديو وتحاول تحل المساله دي. لقيت نفسك حلتها صح يا سيدي جري الفيديو خش على اللي بعده، لقيتها صح جري الفيديو خش على اللي بعده. انا ابتدي احل بقى، انا طبعا يعني بفطر ان حضرتك وقفت الفيديو وابتديت تحل. بيقول لي from the top of a rock of height 80 meter. ماشي زي ما اتفقنا بقى، يعني عشان ايه انا طبعا يعني ممكن اقعد اجيب لحضرتك بقى صور واجيب لك صوره الصخره وصوره، طب ليه يا حبيبي انا اعمل كده؟ ما هي انت بقى في الامتحان مش هتقعد ترسم وتجيب صور، فانا بقول لك على حاجه كده منطقيه دايما، اهي دي صخره بالنسبه لنا، صخره حلوه اهي، اهي هي دي طولها قد ايه بقى؟ طولها 80 متر، 80 متر. بعدين بيقول لي ايه؟ the two angles of depression of the top ماشي and the base of a tower was measured. اه استنى بقى استنى، لا امسح بقى مستر كده عشان انا عندي حاجتين. انا عندي from the top of a rock، طول الروك دي 80 متر. اه ده انا عندي روك طولها نفسه 80 متر، دي اعتبر دي كده دي الروك ماشي. ببص على ايه بقى؟ the two angles of depression of the top and the base of a tower. اه ده انا عندي تاور تاني بقى، متخيل بقى عندي تاور برج كده. قاعد يقول لي ايه ده، هي الروك اطول من التاور؟ ما انا مالي بقى، هو اللي بيقول كده ماشي. to the top للتاور، هو ده التاور. بيبص بقى خلي بالك مرتين، اول مره بيبص the angle of depression to the top and the base of the tower were measured 24 و 35 respectively. respectively يعني بالترتيب، مش هو قال التوب الاول التوب 24 يعني ايه؟ يعني الراجل ده كده لو جه من التوب اوف تاور اعلى، سوري من التوب بتاع الروك جه يبص على التوب اوف تاور، جه يبص هنا كده مش ده التوب اوف تاور، بص لقى اول زاويه عنده الانجل اوف ديبريشن ب 24. تقول لي ما هي لو دي 24 تبقى دي كده 24. اه بس خلي بالك، طب ما هي دي 24 والزاويه دي 90، فممكن على طول اقوم قايل ايه، امسح دي كده واقول 24 و 90 على بعض اللي هي 114. انت فاهم كده انا عملت ايه؟ طيب تاني حاجه بيقول لي، وهقول لك انا ليه عملت كده. تاني حاجه بيقول لي and the angle of depression to the top and the base of the tower. البيز بقى لو جيت ابص من فوق كده على البيز اوف تاور، ببص على الحته البيز اللي تحت الزاويه كانت بكام؟ ب 35. تقول لي يعني دي 35 صح؟ انا لو ببص على البيز الزاويه دي كده 35. اه خلاص نمسح ده. تقول لي يا مستر عشان كده بقى انت مسحت، ما انا ما ينفعش اجي اقول الانجل دي كده ب 24، طب ايه لازمتها؟ ما خلاص بقى ماشي، ونقوم كاتبين على دي 114 ماشي. عرفنا كده شويه الكلام ده. عايز يعرف ايه بقى؟ find the height of the tower، على فكره ده التاور، to the nearest meter knowing that the two bases of the rock and the tower are on the same straight line. طيب تعالى اما نسمي بقى، انا كده تقريبا عندي كل حاجه، ادي A ادي B ادي C وادي D. انا اللي عايز اعرفه طول ال DC او ال CD اللي هو طول التاور. هنبتدي من فين يا مستر؟ هنبتدي طبعا من اللي فيه السايد، هبتدي من اللي فيه 80 اللي هو ده ماشي يا شباب. طيب نبتدي ازاي يا مستر؟ هنقوم قايلين يا ولاد ان ترينجل، اسمه ايه الترينجل ده؟ اي بي سي. اولا عندي انجل ب 35 وعندي انجل ب 90، اقدر على طول اخش اجيب الزاويه الثانيه، تطلع الزاويه الثانيه دي بكام؟ ب 55. تقول لي يا مستر تحب نجيب ايه؟ هجيب اني سايد؟ انا شايف ان اجيب سايد في المثلث ده، وبعد ما اجيب سايد في المثلث ده اجيب اللي هو الاي سي، بعد ما اجيبه اشتغل في المثلث الصغنون ده
واجيب من خلاله السي دي. طب ما خلاص انا كده فهمت هعمل ايه. تقول لي خلاص يا مستر اجيب الاي سي ازاي؟ ها يلا، ممكن تقول لي 80 اوفر ساين 80 اوفر ساين 35 ايكوال الاي سي اوفر ساين 90. طيب بعد يا مستر اما عملنا الكلام ده هات لي الاي سي يا سيدي. يلا كروس مالتيبليكيشن وطلع كده معايا. نقوم عاملين يا باشمهندسين 80، طلع كده بس الكالكوليتر هنا عشان تبقى واضحه ليكم، 80 تايمز ساين 90 ساين 90، واقوم قافل البراكت واقول 80 تايمز ساين 90 ديفايدد ساين 35، واقوم قافل البراكت ودوس ايكوال، يطلع ب 139.45 139.4757 اهو متر. ماشي، بعد يا مستر اما جبت الكلام ده امسك المثلث الثاني. بس استنى، قبل ما امسك المثلث الثاني ما انا محتاج اعرف باقي الانجلز، ما انا محتاج اعرف الزاويه دي كام عشان لما اقول دي سي اوفر ساين اللي قدام. تقول لي ماشي يا مستر مش دي كده 90؟ اه عندي انجل ب 35، يبقى اللي جنبها بكام؟ 90 ماينس 35. 90 ماينس 35 تطلع الزاويه دي 55. طيب عندي زاوية 55 وزاوية 114، ما تجيب لي يا مستر الزاوية الأخيرة. تقوم بص عامل لي إيه بقى؟ 180 ماينس، وأقوم فاتح براكت أكتب 114 بلس 55، تطلع الزاوية اللي فوق خالص دي بكام؟ ب 11 degrees. يبقى الزاوية دي كده 11 degrees. وانس إن أنا جبت الزاوية دي امسك لي بقى المثلث in triangle ACD. هقوم قايل يا ولاد الدي سي اللي انا عايزه اوفر ساين 11 ايكوال، مش انا لسه جايب الاي سي؟ لسه جايبه صح، اللي هو ب 139.4757 اوفر بقى ساين الايه اللي في وشه. فين ساين اللي في وشه؟ اللي هي ال 114. بس يا مستر 139.4757 اوكي تايمز ساين 11، اعملها تايمز ساين ال 11، بعدين ادوس ايكوال، بعدين اقوم عامل الكلام ده ديفايدد باي ساين ال 114، واقوم دايس ايكوال، يطلع الكلام ده ب 29.131 مش عارف ايه، اللي هي 29، يعني طول الدي سي في الاخر يطلع معايا بكام يا اولاد؟ ب 29 متر. ادي الفكره العامه. ماشي يا شباب، اتمنى يعني ان يكون الكلام ده واضح لحضراتكم. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ From the top of a tower, a person measured the angle of depression of the top and the base of a minaret. ماشي، منارت ده يعني حاجة زي معلم سياحي يعني فاهم؟ حاجة كده يعني زي تمثال أو حاجة الناس بتفرج عليها. وصحوا لي يعني لو المعلومة دي غلط برضه. ماشي، وبعدين يعني ما يهمنيش الكلام ده، أنا عندي إن تاور ومنرت ماشي، واحد بيبص مرة على التوب ومرة بيبص على البيز بتاعه ريسبكتفلي. ماشي يا مستر اهو نفس الفكر، ادي يا سيدي ادي الحاجة اهي، وادي التاور، وادي الراجل الايه اللي بيبص على المنرت، ادي المنرت هنا بيبص مرة على التوب وبيبص مرة على البيز، وقال لي ريسبكتفلي بالترتيب. ماشي طيب تعالى كده اما نشوف، لو انا اول حاجة بص على التوب ماشي لقى الانجل ب 23، يعني ايه؟ يعني بدل ما الانجل هنا 23 قلنا تبقى الانجل هنا لو مديت الخط ده كده برضو، لو مديت ده كده برضو بقت دي 23. تقول لي 23 و90 يعني كام؟ يعني ما زي المرة اللي فاتت، اعمل 23 بلس 90 تطلع بكام يا باشمهندس؟ تطلع ب 113، يبقى الانجل دي 113. ماشي بعد كده بيقول لي والبوتوم اوف ذا منرت كانت 47. خلاص يا مستر يعني معنى كده لو انا قمت جاي عامل انجل اوف ديبريشن هنا كده بقت الزاويه صح، لو كده اهو انا ببص من فوق كده على الحته دي كلها بقت دي 47، وطبعا خلاص انا مش محتاج الكلام اللي هنا ده. ماشي يا شباب ريسبكتفلي. بيقول لي ليت ذا هايت اوف ذا منرت، المره دي بقى مديني طول المنرت هو اللي 48. عايز يعرف، بيقول لي then find
بيقول لي then find the distance between the two bases of the tower and the minaret. ده مش عايز طول التاور، ده عايز المسافة دي ما بين المنارة وما بين الهايت. ادي ال A B C and D. استأذن حضرتك توقف الفيديو وتشوف هتعرف تحلها ولا لا. على فكرة زي ده انا كمان رسمها لك، يعني انا كمان رسمها لك، فأظن يعني الموضوع هيكون بسيط جدا. فأتمنى كده يعني ايه انك توقف الفيديو وتحل. انا بفترض طبعا ان حضرتك وقفت الفيديو حليت. طيب نبتدي كده، هنشتغل في انهي مثلث الاول؟ اللي فيه اللينس اللي هو مديهولي اللي فيه ال 48. طيب اولا عشان اشتغل في المثلث ده ايه خطتي وانا بشتغل؟ انا هحاول اجيب طول ال AC، بعد ما اجيب طول ال AC هشتغل في المثلث اللي اسمه ABC واجيب طول ال BC. ماشي؟ طيب بس عشان اشتغل في المثلث اللي اسمه ACD محتاج باقي اللينسز. تقول لي مش دي كلها 90؟ صح؟ ما هو ده منرت. تقول لي لو دي 47 اقدر اجيب اللي جنبها، تطلع بكام؟ ب 43. عندي واحده في 43 واحده 113، هات لي الانجل اللي ناقصه دي. قوم يا مستر عاملين 180. يلا كده 180 اهو ماينس، وافتح براكت واقوم كاتب 113 بلس 43، اطلع الزاويه اللي فوق ب 24. يبقى الزاويه اللي فوق دي كده ب 24. يلا اكتب لي بقى ان ترينجل اسمه ايه المثلث اللي هشتغل فيه؟ اي سي دي. هنقوم قايلين يا ولاد 48 اوفر ساين اللي قدامها اوفر ساين ال 24 ايكوال الاي سي اللي انا محتاج اجيبه اوفر ساين ال 113. يبقى هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم كاتب 48 تايمز ساين 113 over sin ال 24. يلا تعالى كده اما نكتب الكلام ده عشان اجيب الاي سي اهو، هقوم كاتب 48 تايمز sin ال 113 بعدين ندوس equal والكلام ده divided sin ال 24 يا شباب، وادوس equal على كل هذا الكلام. يطلع الاي سي بكام؟ بص بقى طلع معايا بكام. طلع الاي سي عباره عن 108.63 meters. طب بعد ما جبت الاي سي اعمل ايه؟ اشتغل بقى خلاص بقى، ما انا بقى عندي ده كده ب 108 اللي هو الاي سي، صح؟ 108.63 هشتغل في المثلث ده. تقول لي بس ما انا محتاجه اللي فوق دي اجيبها ازاي؟ تقول لي هعمل 180 minus ده plus ده تطلع 43 برضو، صح؟ تعال بقى اما نشتغل نقول in triangle ABC. يلا يا باشمهندس هتقوم حضرتك ايه اللي هنعمل ايه؟ بص يا مستر، تقول لي ال 108.63 اللي انا لسه جايبها over sin اللي قدامها over sin ال 90، المفروض الكلام ده equal ال BC over sin ال 43. بس كده اطلع ال BC، هنقوم عاملين ايه؟ 108.63 times sin ال 40 مش عارف كام over الكلام ده. على فكرة هي مكتوبة اهي، بص زي ما هي كده، قوم عامل times sin 43، قوم كاتب كده sin 43 ودوس equal بعدين divided sin 90. طبعا انت ليه، واحد بيقول لي انت ليه بتكتب sin 90؟ ما كده كده يا سيدي خلاص اكتبها وخلاص عشان تتأكد. يعني يطلع الكلام ده زي ما انتوا شفتوا كده، طلع بكام؟ ب 74.0، صح؟ 74.08 اللي هو 74. يبقى طول ال BC كله بكام يا ولاد؟ طول ال BC يطلع ب 74 meters طبعا، عشان كل المسافات او اللي هو الدهاني دي بالمتر. ايش يا باشمهندسين؟ طيب نيجي اللي بعده، question number 8. question 8 كده بسرعه بيقول ايه؟ بيقول لي from a window of a building. استنى بقى، ده انا مش عندي من اعلى حته في بيلدينج والكلام ده، لا ده انا واحد واقف في الشباك. ماشي، from the window of a building. ماشي، بعدين بقى 6 meter high. The elevation angle to the top of a tree was measured and found to be 15 meter. ماشي. And the measure of the pressure to the bottom of the tree was 30. طب معنى كده أسأل حضرتك سؤال، يعني لما أنا ببص على أعلى حتة في الشجرة لقيتها angle of elevation، صح؟ يعني أنا واقف في building، أنا كل اللي أعرفه إن أنا بس from the window وفي بيلدينج 6 متر هاي، يعني ممكن البيلدينج يبقى حاجه طويله بس انا اهم حاجه انا واقف هنا 6 متر هاي من ويندو، انا مش دعوه انا ليه انا ببص منين. يعني هقوم راسم البيلدينج بتاعي كده اهو،
ادي يا سيدي انا ماليش دعوه، انا كل اللي ليا اهو، انا واحد واقف هنا في الدور السادس اهو، انا واقف هنا اهو، دي الشباك بتاعي طوله 6 متر، ماليش دعوه بالبيلدنج نفسه طوله قد ايه. كل اللي اعرفه اني قاعد ببص على شجره بتامل في الطبيعه، ماشي كده، جاي ببص ادي الشجره اهي، تقول لها يا مستر بقى نعمل شيء، لا هي دي شجره، دي بالنسبه لي شجره، ماشي. بصيت على التوب اوف تاور مره او التوب اوف تري، لقيت الانجل اوف اليفيجن كانت كام؟ 15. تقول لي استنى بقى فين ال 15 دي، خلي بالك اهي، حلو كده. طيب وبعدين الميجر اوف ديبريشن، الانجل اوف ديبريشن تو ذا بوتوم اوف ذا تري وال 30. تقول لي لا يبقى الانجل دي كده الزاويه، انت متخيل كده لو انا ببص 30 تبقى دي 30، يعني دي 30. والخط ده كده ده خط ايه اللي هو محور النظر بتاعي، اللي هو الخط ده معايا كده، انت فاهم انا عملت ايه؟ ماشي يا باشمهندس. يبقى دي 15 ودي 30، اللي عايز يقول لي يبقى دي كلها 45، انا ماشي كده تمام قوي. بعدين بقى عايز يعرف ايه، بيقول لي فايند ذا هايت اوف ذا تري، عايز طول الشجره. طب تعالى بقى اما نمد الخط ده كده كله يمكن يفيدنا، ما اعرفش لسه هيفيدنا ولا ممكن نمسحه خالص. طيب نتصرف ازاي يا مستر، ممكن نعمل ايه؟ اولا واحد يقول لي بص يا مستر، يقول لي بص انا هعمل ايه، بص يا سيدي، يقول له يا مستر مش ده خط كده انا عامله هوريزونتال كده عشان يساعدني الخط ده، ده خط هوريزونتال. تقول لي يعني دي كده 90 ودي كده 90، تقول لي لو دي 30 تبقى دي 60، ما هي دي اللي متبقي منها 90 صح، ده شيء منطقي. تقول لي استنى بقى دي 90 ودي 15 تبقى دي كام، 75 ماشي. تقول لي دي كام، ما دي 60، ليه؟ لان دي كده 90 الحتة دي، ودي كده 90، ف 90 و30 تبقى دي 60. خلي بالك انا واخد 60 دي من اول ال 30 واللي تحتها، ماليش دعوه بال 15، 15 فوقيها ماشي كده. طيب جبت كل الانجلز، قول لي بقى انا عايز اوصل ليه، عايز اوصل لكل ده. بص بقى خطتي ايه يا سيدي، اولا ممكن قدامك كذا حل. واحد يقول لي ايه، يقول لي يا مستر انا هسمي الاول، في حل مختصر شويه، بص ادي اي بي سي وادي بوينت دي وادي بوينت اي. واحد يقول لي بص، يقول لي بص يا مستر بقى انا هعمل ايه، انا اول حاجه هعملها هشتغل في المثلث كده كده غصب عني اللي فيه لينس، هشتغل في المثلث اللي اسمه اي بي سي، بعد ما اشتغل منه اجيب الاي سي. يقول لي وبعد ما اشتغل في الاي سي هشتغل في المثلث الصغنون ده اجيب الدي اي، وبعد ما اخلص الدي اي ماشي واجيب كمان بالمره مثلا الاي دي، بعد ما اجيب الاي دي اشتغل في المثلث ده واجيب الاي دي، بعدين اجمعهم على بعض. اقول له يا ابني طب ليه كل ده، ليه وجع الدماغ؟ ما انت بعد ما تجيب الاي سي، شايف بقى، بص بعد ما تشتغل في المثلث اللي هو اللي انا رسمه بالاخضر تحت ده، هات الاي سي صح، جبت الاي سي واشتغل في المثلث الكبير كله. يعني انا الاول اشتغل في المثلث ده بعدين اشتغل في الكبير كله، طلع على طول الاي سي مره واحده. طب تعالى يا مستر ما تشوف كده الكلام ده هيبقى سهل ولا لا، ان تراينجل اي بي سي، ان تراينجل اي بي سي ده طبعا رايت قد دي. تقول لي يا مستر يلا تعالى كده اما نبتدي، عايز اجيب الاي سي. تقول لي ماشي، اقول 6 اوفر ساين ال 30 عباره عن الاي سي اوفر ساين ال 90. تقول لي يا مستر هيطلع الاي سي ب 12. تقول لي ده انت حسبتها ازاي؟ على فكره دي حاجه منطقيه، مش انا عارف ان اللي في وش ال 30 هاف الهايبوتنس، ده اللي في وش ال 30 هاف الهايبوتنس، عرفنا ان ده ب 12. بعدين تقول لي بقى هشتغل في ايه، في المثلث الكبير كله. بص بقى يا مستر انا همسح الخط اللي ملوش اي 30 لازمه ده اهو، همسحه، حتى الخط اللي في النص ده همسحه. الزاويه دي كلها كام، 15 و30، يعني كل الزاويه دي كام، انا بعد ما جبت اللينسز خلي بالك 15 و30 بقت كام، بقت 45، وعندي زاويه تاني بكام، ب 75، وعندي زاويه ثالثه بكام، ب 60. ادي التلات زوايا بتوعي اهو، مثلث جميل وابن ناس اهو، واحده ب 12 واحده 40 فاهو كل حاجه عندي. فتقول لي خلاص ان تراينجل اي سي اي، يلا يا باشمهندس الاي سي اجيبه ازاي؟ تقول لي بص يا مستر 12 اوفر ساين اللي قدام ساين ال 75 ايكوال الاي سي اوفر ساين ال 45، مش دي 45، الاي سي كلها اوفر ساين ال 45 اللي كان عايز يشتغلها بكذا مثلث، اهلا وسهلا صح. طيب تعالى كده اما نشوف هنطلع الكلام ده ازاي. يلا هنقوم مطلعين يا ولاد طول الشجره ازاي، هنقوم قايلين 12
times sin 45 equal وبعدين نعمله divided by sin 75. يطلع بداية يا ولاد اهو ندوس equal طبعا للكلام ده. استنى بس انا دوست ايه divided by sin 75 مظبوط كده ماشي. وندوس اللي هو الرقم ده. استنى كده احنا عملنا ايه times sin ال 45 اهو وبعدين divided by sin 75 اهو وندوس على زرار ال SD يطلع 8.78 اهو. يبقى طول الشجرة يا ولاد طلع بكام؟ ب 8.78. ادي يا سيدي طول الشجرة 8.78 اللي هو 8 point كام؟ 8.8 متر يا مستر. ادي طول الشجرة. عايز ال height of the tree and the distance from the building. عايز بقى المسافة ما بين ال building. يعني ايه؟ يعني ايه يا مستر the distance from the building؟ يعني عايز طول ال BC. اجيب طول ال BC ازاي يا مستر؟ يا سيدي ما انت عندك مثلث اهو، مش عندك side ب 6 وside ب 12. اعمل بايثاغورس 12 square minus 6 squared. شوف كده 12 squared minus 6 squared. انا طبعا كنت كتبت بس الاول غلطة كده اهو minus 6 squared. واللي يطلع الكلام ده معاك بكام؟ طبعا تحت الروت يعني روت الكلام ده ماشي. روت الكلام ده يطلع ب 10.39 اللي هي 10.4 اللي هي اللي طلع لحضرتك دي. ماشي يا شباب، اتمنى يعني ان السؤال ده يكون واضح. طيب نخش كده على السؤال اللي بعده اللي هو هنحل بقى question number 10. تعالى كده اما نشوف بيقول لي from the top of a mountain it was found that the measure. يعني أنا top of a mountain، خلي بالك على top of a mountain ماشي. It was found that the measure of the depression angle of a car moving with a constant velocity towards the mountain was 40 degrees. طيب يعني إيه بقى؟ يعني أنا واقف على top of a mountain. واحد برضو يقول لي هرسم الماونتن. أدي الماونتن هو حلو كده، هو حلو ما تغيرش فيه حاجة ماشي. It was found that the measure of the depression angle at a car moving with a constant velocity towards towards the mountain was 40 degrees. ماشي. طبعا هتقول لي الزاوية في الأول كده في الاتجاه ده كانت 40 اللي هي دي 40 صح؟ فأنا طبعا إيه مش محتاج الكلام ده. لو هي ماشية towards الكلام ده بعد وقت معين، بص بقى بيقول لي إيه. After 2 minutes the measure of the depression angle لنفس العربية مشيت شوية فبقت الزاوية تحولت بقت كام؟ depression angle بقت 67. خلي بالك هو ما قاليش مشيت مسافة قد ايه، هو قال لي مشيت وقت قد ايه، اخدت وقت قد ايه. اخدت 2 minutes عشان توصل هنا. اخدت 2 minutes. طب خلي بالك ما هو انا وبص انا قايل لك ايه، calculate the height of the tower knowing that the velocity of the car is 60 كيلومتر بير اور. طب ما انا عارف يا مستر ان كده كده اقدر اجيب المسافه دي. تقول لي تجيبها ازاي؟ ما هو يا ابني مش انت عارف ان الفيلوسيتي عباره عن الديستنس اوفر التايم او الديسبيسمنت، يعني بس وات ايفر احنا هنخليها المره دي بقى مش ده مش داينامكس، فهنقول الديستنس اوفر التايم صح. تقول لي بس استنى ده في شغل وحدات الاول، ده في شغل وحدات. تعالى كده اما نحاول نشوف بقى هنغير الكلام ده ازاي. طبعا اقدر اقول معنى كده ان الديستنس عباره عن الفيلوسيتي تايمز التايم. طيب يعني الديستنس ايكوال، تقول لي الفيلوسيتي هو مديها لي بكام؟ 60. بس 60 ايه؟ كيلومتر بير اور. عايز اعملها تايمز التايم. تقول لي بص يا مستر التايم هو مديوني 2 مينت، هعمله تايمز كام؟ 60. ده كده بالنسبه لايه؟ للجزء الخاص بالتايم، حولته اهو لسكند. حلو قوي. تعال اما نحول ال 60 دي بدل كيلومتر بير اور احوله لايه؟ عايز احوله برضو لمتر بير سكند. طبعا في ناس حافظاها على طول من الداينامكس، ولكن انا هعملها لك اهو دلوقتي للناس مثلا اللي لسه ما ذاكرتش داينامكس. بص يا سيدي ازاي بحول من كيلومتر لمتر؟ هنعمل تايمز 1000 اهو، نعمل هنا تايمز 1000. طيب بس هي بير اور يعني الاور تحت، فعشان احول من اور لسكند نعمل تايمز 60. بقيت الاول اور لمينت بعدين 60 كمان حولتها لسكند. ادي كده الديستانس بتاعتي. فهمت كده؟ دي الفيلوسيتي حولتها، ودي الايه يا ولاد، وده التايم اللي هو 2 مينتس. تعال بص ممكن نشيل 60 مع 60
ممكن نشيل 60 مع 60. يا سلام 2 تايمز 1000، بص يطلع العربية دي مشيت مسافة قد إيه؟ مشيت 2000 متر في الدقيقتين دول، مشيت 2000 متر. فهمنا كده يا شباب؟ طبعا دي كانت حاجة كده بس في الأول، إنه مش مديك المسافة دايركت. طبعا هي المسألة تتحل عادي جدا كده دلوقتي، بعد بقى ما أنا عملت حساباتي الجميلة دي، خلاص يا مستر أنا عرفت إن المسافة دي 2000، أبتدي بقى أحل عادي جدا. أدي الـ A وأدي الـ B وأدي الـ C وأدي الـ D. ماشي، نشتغل في أنهي مثلث؟ هشتغل في المثلث اللي هو مديني فيه اللينس. هنعمل 180 ماينس الكلام ده يطلع 113. 113 و40 أقدر أطلع الزاوية دي. نعم، عاملين ايه؟ 180 minus 40 plus 113 اهو، 180 minus، واقوم يا ولاد فاتح براكت واقوم عامل 40 plus 113 ونقفل الكلام ده، يطلع الانجل اللي فوق دي ب 27. طيب خطتي يا مستر دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هجيب طول الاي سي يا شباب من المثلث ده، اشتغل في المثلث ده طبعا، اجيب طول الاي سي. بعد ما اجيب طول الاي سي اقدر اجيب طول الاي بي، ده لو هو عايز طول لو هو عايز طول الماونتن. لسه بص هو بيقول ايه؟ كالكوليت ذا هايت اوف الماونتن. اه هو عايز طول الاي بي. خلاص يا مستر هحاول اجيب طول الاي سي، يبقى نقوم عاملين ايه يا ولاد؟ هتقول لي 2000 اوفر 2000 اوفر ساين 27، سوري 27 ايكوال الايه يا شباب؟ ايكوال الاي سي اوفر ساين ال 40. طلعت الاي سي، تعالى كده اما نشوف الاي سي ده هيطلع معايا بكام. يطلع بكام الاي سي؟ تعالى كده اما نحسب، يقوم نعمل 2000 تايمز ساين 40 ودوس ايكوال، بعدين نعمله ديفايدد ساين 27 وندوس ايكوال، يطلع ب 2831.7 2831.72 مش عارف ايه. بعد ما انا جبت الكلام ده همسك المثلث ده، تقول لي طبعا دي 90 والزاويه دي هتبقى 23 عشان هعمل 180 ماينس الكلام ده، عرفت الزاويه دي. ماشي يا شباب؟ بعد ما انا عرفت الكلام ده، طيب يا مستر عايز اجيب طول الاي بي، خلاص تقول لي يا مستر طب ما عاديه انا هعمل الاي سي صح؟ ان ترينجل اي بي سي بقى الاي سي اوفر ساين ال 90 equal equal is السايد اللي اسمه ال AB اللي انا عايزه over sin 67. ايه ال AC ده؟ ما انا لسه جايبه حالا اهو، اللي هو 2831 صح؟ ما هو ده بقى اللي هو 2831.722 مش عارف ايه. بس ده الحمد لله ان هي لسه مكتوبه على الكالكوليتر، عشان كده انا ايه مش عايز اشيلها. لو انت واخد بالك، بص انا مش عايز اشيلها من على الكالكوليتر، اقوم عاملها على طول تايمز sin 67 تايمز sin 67 بعدين divided by sin 90 وقوم دايس equal. بص يطلع الكلام ده بكام؟ 2606.6. هو قال لي to the nearest ايه؟ عايزها to the nearest meter لو عايز مثلا ال height of the mountain. هو لو مش قال لكش to the nearest meter خلاص اكتبها كده 2606.6، وهنا كاتبها 2607 يعني عمل approximation، خلى 6 كبرتها بقت 7. ماشي يا شباب؟ ده كده كان السؤال ده. يبقى الفكره كلها ان هو هنا قال لي ايه؟ اداني بس بدل ما يديني الديستانس قام مديهاني ان تيرمز بقى فيلوسيتي وتايم وكلام من كده. ماشي؟ طيب نيجي للسؤال نمبر 11، بيقول لي ايه هنا؟ From the top of a lighthouse whose height is 80 meter. ماشي؟ يبقى انا عندي lighthouse ادي حاجه اهو، lighthouse اهو وليكن هو ده، ده اللايت هاوس بتاعي. ماشي، وبعدين a person measured the angle of depression of two boats in one horizontal plane ماشي passing through the base of the lighthouse where 52 and 38.4. طيب خلي بالك هو هنا ما قالكش انهي واحد الاول، فطبعا بس انا فاهم بقى، انا فاهم انهي واحد فيهم الاقرب لللايت هاوس؟ اكيد اللي زاويته اكبر. يعني كل ما يكون واحد اكبر شايف الزاويه تبقى اكبر، تبقى دي اللي 50.15، دي ال 50 degrees و 15 minutes. والتاني هو اللي عامل الزاويه الاصغر صح كده، والتاني هو اللي عامل الزاويه اللي هي 38 degrees و 40 minutes.
ماشي كده، بيقول لي ان طول اللايت هاوس كان كله طوله قد ايه؟ 80 متر. ماشي، وبعدين عايز الديستنس بتوين التو بوتس. خلي بالك ده القارب الاولاني وده القارب الثاني، مش انا ببص عليهم هما الاثنين من اعلى حته في التاور اهو. تعالى بقى اما نسمي A B C D، ايه اللي هو طالبه؟ عايز الديستنس بتوين ذا تو بوتس اف ذا تو بوتس ار ان تو ديفرنت سايدز اوف ذا لايت هاوس. اه لا، ده كده الرسمه اختلفت، ده معنى كده ان اللايت هاوس اللي انا رسمه في النص تاني واحده، ودي اللي انا هحلها الاول لاني للاسف ما بصيتش للسؤال وقمت راسم كده. بيقول لي اف ذا تو بوتس ار ان ذا سيم سايد اوف ذا لايت هاوس، اه يعني اللي انا هحل الاول تاني واحده وبعدين نرجع نحل اول واحده. انت بقى متخيل اول واحده هتبقى عامله ازاي؟ اول واحده اللايت هاوس بتاعي في النص، اه شفت بقى، تاني واحده اللايت هاوس بتاعي كده في النص، وببص على القريبين، واحد قارب هنا وواحد قارب هنا. انت فاهم كده احنا هنعمل ايه؟ وطبعا ادي الاثنين، واحد عامل ادي القارب الاولاني واحد القارب الثاني، فمن خلاله هجيب المسافه دي واجيب المسافه دي وبعدين اعملهم ايه؟ اعملهم بلس اب، اجيب الديستنس دي كلها. فانا الاول احل الحته لو هما الاثنين في نفس السايت وبعدين نرجع نحل الجزء الاولاني. يلا تبتدي تفتكر كده، نبتدي من انهي ترينجل؟ انا شايف نبتدي من الاي بي سي اللي هو مديني اللانس فيه، صح كده يا ولاد؟ خطتي ايه؟ هجيب الاي سي، بعد ما اجيب الاي سي احسب المسافه من الترينجل التاني اللي اسمها السي دي. اظن يعني حليناها كتير، وانا بصراحه يعني ايه هديك بس شويه لانسز كده بسرعه. دي نمبر 11، تعالى كده يا سيدي اهو. يبقى هنقول يا ولاد اول حاجه هتحسب الاي سي، يعني لو حضرتك مشيت ستبس كده صح هتحسب الاي سي، هيطلع مع حضرتك الاي سي يا سيدي المفروض يطلع معاك ب 104 متر. بعد ما تحسب الاي سي هتخش المثلث ده تجيب لي السي دي في الاخر خالص، المفروض يطلع مع حضرتك السي دي ب 33 متر، او يعني 32 بوينت حاجه اللي هو 33 متر اهو، هيطلع بالكلام ده. يبقى دي الرسمه دي اظن بسيطه خالص وحلنا زيها كتير. تعالى بقى اما نشوف اول واحده، اول واحده هنعمل ايه؟ وخلي بالك هنا بقى هقول لك حاجه برضو صغيره كده، اللايت هاوس في النص صح؟ مش اللايت هاوس كده، اللايت هاوس في النص، حاول هنا تعمله خط. ليه؟ عشان ما يزولكش، ما تقعدش تقول هو ده ريكتانجل ولا ده، لا هو ببص على حاجه هنا وببص على حاجه هنا. ببص على اول واحد مثلا ب 50 ديجريز و15 مينت، والتاني ببص عليه ب 38 ديجريز و40 سكند. واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي. صح؟ ليه؟ ادي الانجل اهو، واحد يقول لي دي انجل اوف ديبريشن، ما هي يا ابني ادي اول انجل اوف ديبريشن دي قد دي، صح؟ الانجل اوف ديبريشن ده الناحيه الثانيه اهو 38 بوينت حاجه اللي هي دي، ما هي هي دي برضه. مش في عشان كده انا رسمتها بالطريقه دي. تقول لي ماشي يا مستر هسمي اهو، نقوم مسميين كده، عاملين يا ولاد ايه؟ وادي بي وادي سي وادي دي. خلي بالك هو مديني طول اللايت هاوس ب 80، يعني المسافه دي كده 80، خلي بالك دي 90 ودي 90. تقول لي خلاص يا مستر انا هعمل ايه؟ اول حاجه هشتغل في المثلث ده، انا عندي كل حاجه عايز اجيب طول ده. تقول لي خلاص ناقصني اجيب الانجل اللي فوق. تقول لي اجيب الانجل اللي فوق ازاي؟ هعمل 180 ماينس وافتح براكت 90 بلس 38 ديجريز و40 مينت عشان اعرف الزاويه اللي فوق، صح؟ عشان اعرف الزاويه اللي فوق. تعالى كده اما نجيبها اهو، نقوم مطلعين الكالكوليتر وهنعمل 180 ماينس واقوم فاتح براكت واقوم عامل 90 بلس 38 ديجريز ويا شباب 40 مينتس كوما، ونقفل. بعد ما تطلع الكلام ده دوس كوما، يطلع لك ب 51 ديجريز و20 مينتس، يعني الانجل اللي فوق دي 51 ديجريز و20 مينتس. ماشي بالمره بقى، تعالى اما نطلع دي برضو اللي جنبها من الناحيه الثانيه اهو، 180 ماينس 90 الزاويه الثانيه بالمره يعني بلس كام؟ 50 ديجريز و15 مينتس اللي هي تطلع بكام؟ وندوس كوما تطلع ب 39 ديجريز و45 مينتس، 39 ديجريز 45 مينتس. خلاص عرفت الزاويه دي وعرفت الزاويه دي. تعالى بقى اما نبتدي نشتغل، تحب نمسك انهي مثلث الاول؟ تقول لي مثلا همسك مثلث اي بي سي، ان تراينجل اي بي سي اهو، تعالى نركن كده الكالكوليتور دي على جنب عشان هنحتاج. ان تراينجل اي بي سي انا هدفي اجيب ايه؟ اجيب البي سي
بعد ما اجيب البي سي امسك المثلث الثاني اجيب الدي سي بعدين اعملهم بلس. فهمت هعمل ايه؟ طيب تعالى كده اما نشوف يا سيدي، هعمل 80 اوفر ساين اللي قدامها ساين 38 ديجريز 40 مينت. المفروض الكلام ده ايكوال ايه يا اولاد؟ البي سي اوفر ساين ال 51 ديجريز وال 20 مينت. يلا نقدر كده نطلع البي سي. هنقوم عاملين ايه؟ 80 تايمز ساين 51 ديجريز 20 مينتس، ماشي. الكلام ده ديفايدد باي ساين 38 ديجريز و 40 مينت. لا انا كاتب، بص انا كاتب ديفايدد ساين 38 ديجريز 40 مينتس. ده بقى بيبقى ايه؟ بعد فترة كده بتلاقي ساعات دماغك بتفصل، يطلع الجزء الأولاني ده طلع بكام؟ ب 99.9 مش عارف ايه، 99.97 مش عارف ايه. نمسك الجزء التاني، ماشي، نمسك الجزء التاني هنعمل ايه؟ انترانجل، انترانجل اي سي دي. هنقوم قايلين يا ولاد برضو 80 اوفر ساين ال 50 ديجريز و 15 مينت، ماشي، ايكوال السايد بقى اللي انا عايزه اللي اسمه سي دي اوفر اللي هي ال 39 ديجريز وال 45 مينت. هيطلع معاك رقم تعملهم بلس بعض، المفروض يطلع لحضرتك بال 167. ماشي يا باشمهندسين، ده كده يعني ايه الفكره العامه للسؤال ده. اتمنى يعني ان الافكار دي يا اولاد تكون واضحه معاكم. طيب نيجي لكويستشن 13، بيقول لي ايه؟ A lighthouse of height 60 meter is constructed on a hill. يعني انا عامل لايت هاوس فوق هيل، ماشي، close to the seashore، ماشي. The two angles of elevation to the top and the base of the lighthouse were measured from a boat on the sea to be measured to be of measures 70 and 45 respectively. Find the height of the hill from the sea level to the nearest meter. يعني ايه بقى هذا الكلام؟ بص يا سيدي، ادي الميه، انا عندي هيل الاول كده، هيل اهي، ده هيل، وفوق الهيل ده عندي لايت هاوس بلون تاني اهو، نفس الحاجه، عملت لايت هاوس. انت متخيل كده معايا؟ فده انا بس محتاج نكبر الكلام ده، يمكن سنه كنا ممكن نكبر، بس يعني انا عايز افهمك. هو انت كده اظن يعني وضحت لك الفكره. انا عندي هيل، عندي هيل، وفوق الهيل بلون تاني اهو عندي نفس الحاجه، وانا بحاول دايما اخليهم نفس الطول عشان انت ما تزولش نفسك. يعني لو ينفع اعملها سطور عاديه كنت هعملها، ماشي. طيب يبقى اللايت هاوس نفسه بقى، خلي بالك اللايت هاوس اللي بالازرق طوله قد ايه؟ طوله 60. ده مش طول الهيل، ماشي. Is constructed on a hill close to the seashore. The two angles of elevation to the top and the base of the lighthouse. ماشي. للtop والبيز بتاع اللايتهاوس. يعني واحد بيبص على التوب اوف اللايتهاوس والبوتوم بتاع اللايتهاوس. وليكن مثلا اهو، واحد مثلا خليه واقف هنا عشان المسافة ما تكبرش شوية اهو. حاجة كده. التو انجلز اوف اليفيجن، خلي بالك انا ببص على اول حاجه، تعال نرسم واحده واحده. تعال نبص على البوتوم الاول. لو انا ببص على البوتوم بتاع، قال لي البوتوم كام؟ 45، صح؟ مش دي كده 45؟ طيب لو انا ببص على التوب، فين الزاويه اللي ب 70 بقى؟ اهي تقول لي دي كلها ب 70. دي خلي بالك، دي انهي واحده اللي ب 70 بقى يا باشمهندس؟ كل دي، اللي كل دي اللي ب 70. يعني الصغنونه اللي جنبها دي بكام؟ ممكن اعمل 70 ماينس 45. فهمت كده؟ ممكن نعمل ايه؟ تطلع مع حضرتك ب 25. انت فاهم انا بعمل ايه؟ يبقى دي الانجل اوف اليفيجن اللي انا ببص على البوتوم اوف ذا لايت هاوس، ودي الانجل اوف اليفيجن عشان ابص على التوب اوف ذا لايت هاوس، كلها 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 على بعض هي اللي ب 70. يبقى الجزء ده ب 25، ماشي. بيقول لي ايه بقى؟ Find the height of the hill. عايز طول الحتة دي بكام؟ خلي بالك هو مديني الجزء ده كده ب 60. طب تعالى يا مستر، ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي، ماشي كده. طيب بص يا سيدي، خلينا كده اما نبتدي من الاول.
طبعا هي الرسمة مش مظبوطة خالص خالص يعني، بس واحد يقول لي يا مستر دي كده 90 صح؟ ماشي. بص يا بطل، نمسكها واحدة واحدة كده. واحد يقول لي يا مستر أنا هشتغل الأول يا مستر من أنهي مثلث اللي فيه لينس؟ ما أنا ما ينفعش غير كده. تقول لي بس استنى، ده أنا مش عارف فيه غير أنجل واحدة صح؟ مش عارف غير ال 25. أقول لك بص شوية كده هتعرف. إزاي يا مستر؟ بص كده يا ابني، الأنجل دي كلها على بعض الكام؟ 70. شايف المثلث الكبير كله؟ عندي انجل ب 90 وانجل ب 70، اقدر اجيب التالتة تطلع 20. يعني ميجر انجل ايه اللي فوق دي ب 20. فهمت كده يا مستر. انا دلوقتي عندي انجل ب 20 وعندي انجل ب 25، تقدر تجيب لي الانجل دي يا باشمهندس؟ تقوم عامل لي 180 ماينس وتفتح براكت 20 بلس 25 صح كده، تطلع الانجل دي بكام؟ هتطلع بكام؟ 125 تقريبا. تعالى كده اما نحسب 180 ماينس واقوم فاتح براكت واقوم كاتب يا ولاد 20 بلس 25، يطلع الانجل دي ب 135 كمان، يبقى دي ب 135 اهو. بعد يا مستر اما عرفت الانجل دي تقول لي طيب ما انا ممكن اجيب الباقي بتاعها ب 45. ماشي يعني، بس انا مش قصتي. تعالى بقى اما نحسب قطتي، هحسب ايه؟ بص يا سيدي، انا خطتي هحسب البي دي. بعد ما احسب البي دي صح، بعد ما احسب البي دي اقدر احسب من خلاله، خلاص انا عرفت في المثلث ده سايد، اقدر بعد كده احسب البي سي براحتي. ماشي، تعالى كده اما نحسب. يبقى انا هشتغل الاول على الترينجل، ان ترينجل اللي اسمه اي اي بي دي. هنقوم قايلين ايه يا ولاد؟ هنقوم قايلين 60 over sin 25 equal البي دي over sin 20. تعالى كده اما نحسب البي دي اهو، اقوم كاتب هنا كده على جنب البي دي يطلع بكام. تعالى كده اما نطلع الكالكوليتر ونشوف اهو. هنقوم عاملين يا ولاد 60 times sin 20 ماشي، وندوس equal بعدين divided sin 25 sin 25 يطلع بكام هذا الكلام؟ ب 48.557 مش عارف ايه. طلعت البي دي. بعد كده يا مستر تيجي نمسك المثلث ده بقى، ما انا عرفت ان ده 48 بوينت مش عارف 55، خلاص امسك المثلث ده عشان احسب البي سي. هنقول بي سي اوفر ساين ال 45 ايكوال ال 48.55 مش عارف ايه اوفر ساين اللي قدامها اوفر ساين ال 90. خلاص انا كده مستر عرفت طول الهل. يبقى هنقوم عاملين ايه يا شباب؟ هنقوم عاملين الرقم ده، مش همسحه من على الكالكوليتر اهو، تايمز ساين 45 وندوس ايكوال اوفر ساين ال 90 اللي هي طبعا كده كده ب 1 يعني كان مش لازم اكتبها اصلا ماشي، يطلع ب 34.33 اللي هي تقريبا كام؟ 34 عادي جدا. ماشي يا شباب، ادي كده الفكره العامه للسؤال ده. أظن أنا شايف الموضوع يعني إلى حد ما معقول شوية. هو على فكرة ليسون بسيط جدا، الفكرة كلها إنك ترسم الرسمة. بعد ما ترسم الرسمة أنت خلاص بتبتدي إيه؟ تعرف تحل عادي جدا. نيجي يا ولاد لكويستشن نمبر 60، نمبر 15 سوري. تعالى كده أما نبتدي نشوف السؤال ده بيقول إيه. بيقول لي from an aeroplane ماشي، it was found that the measure of the angle of depression of a point on the ground was 60. When the aeroplane came down a distance of 200 meter, it was found that the measure of the angle of depression at the same point was 45 or became 45. Find the height of the aeroplane at the same moment of the first measurement. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، انا عندي طياره وليكن مثلا ده شكل الطياره، هي دي الطياره بتاعتي، انا برسمها كده هي حلوه كده. الطياره دي بتبص على angle of depression اهو، بتبص عامله angle of depression، بص على حاجه تحت عامله angle بكام؟ ب 60. بعدين هذه الطياره نزلت لتحت شويه، نزلت مسافه قد ايه؟ نزلت وليكن لا نزلت وقال لي كام؟ نزلت 200، نزلت 200 متر. بعدين بصت على نفس النقطه اهو، قامت بصه هنا لقت الانجل الجديده بقت كام بقى؟ بقت 45 الصغيره. عايز يعرف ايه؟ بيقول لي عايز يعرف طول، بيقول لي find the height of the airplane at the same moment of the first measurements. يعني عايز الهايت ده كله بكام؟ كل الهايت. فهمت طبعا انا عملت ايه؟ طبعا انا مش هرسم بالطريقه المعفنه دي، بس انا حبيت ايه افهمك الفكره العامه. تعالى بقى اما نبتدي كده نرسمها بطريقه كويسه بحيث ايه تبقى واضحه ليك. يبقى انا يا اولاد عندي الاول
طيارة اهي نقطة بقى، ادي الطيارة اهي. الطيارة دي طبعا انا ببص ليها انجل اوف ديبريشن اهو، عاملة انجل اوف ديبريشن، بص على حاجة كده، وادي الارض بتاعتي، ده مستوى الارض بتاعي. ببص على حاجة، الحاجة دي عاملة انجل 60، بعدين الطيارة دي نزلت شوية. طبعا انا ايه، انا هعمل الخط ده كده، هعمل الخط ده كده بقى على طول هوصله. الطيارة نزلت لتحت شوية، وليكن مثلا نزلت فين، خليها مثلا نزلت كده، مثلا نزلت كده، المسافة دي كده 200، وبعدين عملت انجل اوف ديبريشن جديدة. الانجل اوف ديبريشن الجديدة كانت كام؟ كانت 45. يبقى الانجل دي، سوري، دي كده 45، وقلنا الانجل اوف ديبريشن الاولى كانت كلها 60، قال لي كلها 60، دي 45 ودي كلها 60، يبقى اللي متبقي 15. خلي بالك الانجل دي طبعا 90. تعالى بقى اما نسمي، ادي ايه، ادي بي، ادي سي، ادي بوينت دي. ايه اللي مطلوب مني في المساله كلها؟ عايز اعرف طول الاي سي كله بكام. تقول لي ماشي يا مستر. تقول لي تعالى كده اما نحسب بقى، مش دي 15 ودي 45، تبقى دي 45، يبقى اللي جنبها 135. تقول لي يبقى اللي متبقي هعمل 180 minus 135 و15 عشان اعرف انجل ايه. تطلع معايا بكام يا باشمهندسين؟ تطلع معايا ب30 اهو. عرفت كده كل الانجلز؟ تقول لي ماشي يا مستر. عشان اعرف طول الاي سي، بص قدامك حلين. واحد يقول لي يا مستر انا اول حاجه هعملها هشتغل في المثلث اللي مديني لينس فيه، هشتغل في المثلث ده صح، اجيب من خلاله الدي بي، بعد ما اجيب الدي بي اشتغل في المثلث اللي تحت اجيب الدي سي، بعد ما اجيب الدي سي اجمعهم على ال 200، وده صح، حل صح جدا. واحد تاني يقول لي ايه، يقول لي لا طب انا هعمل حركه اصيع. يقول لي بص بقى انا هعمل ايه، يقول لي انا هشتغل في نفس المثلث اللي فوق لانه مديني اللينس فيه، بس هطلع الاي بي. شايف بقى، هطلع الاي بي، بعد ما اطلع الاي بي هشتغل في المثلث الكبير كله، اقوم مطلع على طول الاي سي كله. فاللي انت عايزه، انا هشتغل مثلا على تاني واحده دي، انت حلها بالطريقه الاولى. انا اول حاجه هنعمل، بص نفس الخطوه، البدايه اللي انا هعمله انت هتعمله، هنقول ان ترينجل اي دي بي ماشي، نقوم قايلين ايه يا اولاد، 200 اوفر ساين 15 ايكوال الاي بي اوفر ساين ال 135. يلا هات لي الاي بي، نطلع الكالكوليتور بتاعتنا ونجيب الاي بي. الـ AB نجيبه ازاي يا شباب؟ هو عامل 200 times sin ال 135، بعدين نقوم عاملينه divide equal يعني، وبعدين divided sin ال 15. يطلع الكلام ده، بص طلع بكام؟ طلع يا مستر كل الـ AB ده، بص طلع بكام؟ ب 564.41 متر. خلي بالك انا جبت الـ AB، بعدين انا همسك بقى المثلث الكبير كله، ان ترانجل ACB كله. الرقم اللي انا لسه جايبه ده اللي هو 546.41 ده divided sin 90 equal ال AC كله over sin كل دي اللي هي كام بقى، انا شغال على مثلث كبير كله اللي هي 60 equal ال AC over sin 60. هات لي بقى ال AC وده اللي هو عايزه، يطلع بكام يا باشمهندس؟ تعالى بقى اما نعمل كده، هنعمل نفس الرقم اللي طلع لي ده على طول times sin 60، بعدين اقوم دايس equal، بعدين divided by sin 90، يطلع كل هذا الكلام ب 473.2 اللي هو 473 متر. ماشي يا شباب، ده كده كان question number 15. نيجي للسؤال number 17. معلش انا في اسئله كده بعديها في النص. بيقول لي from the base of a house whose height is 20 meter it was found that the angle of elevation to the top of a tower ماشي was 25 ماشي degrees. Then it was found for the next time that the angle of elevation to the top of the same tower بس المرة دي from the top of the house was 18 meter. يعني ده واحد فاضي بقى. بص بقى ما عامل ايه الكلام ده، انا عندي بيت وتاور. التاور ده واحد الظاهر ايه، ده واحد بيعمل يستوك الناس، واحد ستوكر يعني ايه، واحد في البيت بتاعه كده اهو اهو، ده البيت وده التاور. بص يا عم، واحد في البيت بتاعه اول مره خالص بيجيب الانجل اوف اليفيجن من البيز بتاع التاور، واقف تحت بقى عمال يستوك حد كده فوق في التاور. It was found that، بيقول لي الهاوس نفس الهاوس ده طوله قد ايه الاول؟ معلش طوله 20 متر. طول الهاوس، تعالى كده اما نجيب طول البيت نفسه
طول البيت يا شباب 20 متر. ماشي. To sound that the angle of elevation to the top of the tower ماشي 25. ماشي. واحد واقف عند البيز ادي اهو. بص كده angle of elevation لأعلى حتة في التاور كانت كام الزاوية؟ 25. ماشي. بعدين بيقول لي لا طب المرة دي بقى أم ايه؟ لما الراجل ده طلع فوق بقى فوق في البيت وبص على نفس التاور قاعد بقى فاضي بقى قام باصص كده تاني بص بقى لا الزاويه الجديده بكام بايتين فين بقى الزاويه الجديده ما بين الهوريزونتال وما بين ده لا ان الزاويه دي 18 ديجريز وبعدين عايز يعرف ايه بقى بيقول لي فايند ذا هايت اوف ذا تاور عايز طول التاور ده طيب نجيب الكلام ده ازاي بص يا سيدي ال 18 دي مش هقدر ازود عليها 90 واحد يقول لي 18 بلس 90 تطلع بكام صح عشان اعرف كل الزاويه دي ما انا مش فارق معايا ال 18 صح ولا لا تطلع بكام ها 18 بلس 90 تطلع ب 108 اديني كده عرفت الجزء ده بس تعالى اما نسمي ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي طيب واحد يقول لي يا مستر انا هبتدي اول حاجه هعملها مش الزاويه دي 25 تبقى اللي جنبها كام ما هي دي 90 تقول لي 90 ماينس 25 ماشي يا شباب تطلع الزاويه دي ب 65 تقول لي ايه ده 65 108 ما انا اقدر اجيب الزاويه الصغنونه اللي هنا دي صح نقوم عاملين 180 اهو ماينس وافتح براكت واقوم عامل يا باشمهندسين 65 بلس 108 يطلع بكام الزاويه الصغنونه اللي فوق دي 7 ديجريز ما شاء الله رقم ايه رائع اهو طب بعد كده يا مستر بعد كده انا هشتغل في المثلث ده اهو خطتي ايه اجيب انهي سايد تيجي نجيب الاي سي بعد ما اجيب الاي سي اقوم من خلاله جايب الاي بي تعال تقول لي يا مستر هجيب الاي سي ازاي اول حاجه اقول 20 اوفر ساين ال7 ايكوال الاي سي اوفر ساين ال108 سوري ال108 بس كده يلا هات لي الاي سي يا باشمهندس تقول لي يا مستر الاي سي اقوم عامل كروس مالتيبليكيشن 20 تايمز ساين 108 اوفر ساين ال7 يبقى 20 times sin ال 108 divided sin ال 7 يطلع بكام الكلام ده يطلع ب 156.078 تقول لي بقى همسك المثلث ده بقى تعالى بس نغير مكان الكالكوليتر عشان تبقى الحاجه واضحه قدامكم اهو همسك بقى المثلث اللي تحت ده انا عندي الاي سي تقول لي يا مستر نفس ال 156.07 مش عارف ايه اوفر ساين ال 90 عباره عن الاي بي بس اوفر ساين الكام؟ ال 25 تقول لي خلاص همسك الرقم ده اعمله تايمز ساين 25 هو نفسه هو مكتوبه تايمز ساين 25 بعدين اعمله اوفر ساين ال 90 اللي هي ملهاش اي 30 لازمه صح لانها ب 1 اوفر ساين ال 90 فتطلع الاجابه 65.9 اللي هي كام يا اولاد؟ 66 مترز ماشي يا باشمهندسين ده كده كان الكويستشن نمبر 17 نيجي يا ولاد لكويستشن نمبر 18 بيقول ايه بقى from the top of a mountain of height 100 meter it was found that the measure of the depression angle to the top of a rock ماشي was 42 degrees and 37 minutes find the height of the rock if the distance between the mountain was 22 meters يعني ايه الكلام ده بص يا سيدي انا عندي mountain وrock ببص من على التوب اوف ماونتن على التوب اوف روك يعني انت فاهم كده يعني بص كده مثلا عندي ايه ادي يا سيدي الماونتن بتاعي ده الماونتن طوله قد ايه الماونتن ده قال لي ان طوله 100 متر صح كده انا بقى من اعلى حته في الماونتن ده it was found that the measure of the depression angle to the top of a rock ببص على روك يعني بص كده وليكن مثلا دي الروك بتاعتي انا ببص عليها بقى قاعد ببص كده عليها لقيت ان الانجل اوف ديبريشن كانت يا سيدي كام 42 ديجريز اند 37 مينتس ده الانجل دي خلي بالك مع الهوريزونتال يعني لو جيت انا قمت عامل الخط ده كده انهي انجل بقى يا باشمهندس اللي 42 الانجل دي 42 ديجريز هوني كده بقى نكتبها كده 42 ديجريز و 37 مينتس وطبعا دي ب 90 زي ما هي وتعالى اما نسمي خلي بالك مديني معلومه تاني بيقول لي ايه
find the height of the rock، هو عايز طول الروك. If the distance between it and the mountain، لو المسافة ما بين الاتنين دول 22 متر. طبعا هي الرسمة مش مرسومة to scale خالص، يعني طبعا مش منطق ان ده 22 ده طول 100، مش منظرها كده، ولكن ايه انت يعني كده فاهم الفكرة. نعم، نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ ايه الخطة يا مستر؟ تعالى كده نسمي الاول، ادي ايه وادي مثلا بوينت دي بي، دي بوينت سي، دي بوينت دي، دي بوينت اي. ايه اللي انا عايز اعرفه؟ عايز اعرف طول الدي. بص يا سيدي، واحد يقول لي ايه؟ يقول لي بص يا مستر، مش ده كده ريكتانجل الفيجر ده كده؟ الله، ريكتانجل. يقول لي خلاص، ما لو اللي تحت ده ب 22 اللي اسمه السي دي، يبقى كمان الاي بي ب 22. خلاص امسك المثلث. يقول لي بص يا مستر، انا كل اللي هعمله هعمل ايه؟ البي سي، شايف طول البي سي ده؟ هو طول الاي دي. يقول لي خلاص انا هستخدم المثلث ده، اجيب منه طول الاي بي، بعدين مش الطول ده كله الاي سي كله ب 100، هعمل 100 ماينس الاي بي. تعالى بقى نمسك المثلث اللي فوق، ان تراينجل اي بي اي. يلا هنقوم قايلين ايه يا ولاد؟ هنقوم قايلين 22 اوفر ساين الاي، يبقى هقوم قايل 22 اوفر ساين الاي. الكلام ده، طب ما تيجي نجيب الاي. استنى، انا ليه بقول ساين الاي؟ طب ما نعرف اجيب الاي. تقول لي مش دي 90 ودي 42 ديجريز و37 مينتس؟ يا سيدي هات اهو، ادي الكالكوليتور بتاعتنا. ونقوم عاملين ايه يا ولاد؟ هقوم عامل 180 ماينس وافتح براكت، واقوم عامل 90 بلس 42 ديجريز و37 مينتس اهو، ونقوم قافلين الكلام ده وندوس كوما. طبعا طبعا ندوس كوما، تطلع بكام الانجل دي؟ بص طلعت بكام؟ ب 47 ديجريز و23 مينتس اهي. يبقى انجل اي دي طلعت ب 47 ديجريز و23 مينتس. خلاص حطها هنا بقى اهو، 43 ديجريز و23 مينتس. ماشي، يبقى قلنا 22 اوفر الكلام ده، 22 اوفر ساين دي ايكوال الاي بي اللي انا عايز اعرفه، صح؟ الاي بي اوفر ساين ال 42 بقى ديجريز و37 مينتس. يلا هات لي الاي بي. بعد ما اجيب الاي بي، كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هعمل 100 ماينس الرقم اللي هيطلع لي. بس كده بقى جبت هو نفس ده طول الروك، صح؟ طيب تعالى بقى اما نجيب الاي بي، هنعمل ايه تايمز ايه ديفايدد ايه؟ تفتكر كده هعمل 22 تايمز ساين اللي هو الرقم الغريب اللي هو 42 ديجريز كوما اهو 42، وادوس كوما 37 وادوس كوما، واقوم قافل البراكت 22 تايمز ده. بعدين ديفايدد ايه يا ولاد؟ ديفايدد ساين ال 43 ديجريز و23 مينت، واقوم قافل البراكت. بعد ما طلعت الرقم ده اعمل فيه ايه؟ خلي بالك اللي انا طلعته ده الاي بي، بص الاي بي ده طلع ب 21.68، ده كده طلع ب 21.68. تقول لي ما هو كل ده ب 100، عشان اعرف الحته اللي هي البي سي اللي هي نفس طول الاي دي، خلاص اعمل 100 ماينس الاجابه دي، اقوم كاتب كده 100 ماينس الانسر دي، يطلع بكام؟ ب 78.3، وده كده يا اولاد يعتبر الطول بتاعنا. ماشي، طبعا يعني ده بس تلاقيه فرق ابروكسيميشن مش اكتر من كده. ماشي يا باشمهندسين، ده يعتبر الفكرة العامة للمسألة دي. اظن مسألة بسيطة جدا وعبيطة جدا. نيجي اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي two balloons، عندي 2 balloons at a height of 200 meter، يعني بيبعدوا عن الارض 200 meter. ماشي، يعني لو دي الارض انا بس مش هرسمها طبعا، ده حاجه كروكي كده بس، وعندي 2 بالونز اهم، ادي مثلا بالون هنا وبالون تاني هنا، كل واحد منهم الاثنين على نفس الهوريزونتال ليفل، والاثنين المسافه ما بينهم وما بين الارض 200 متر. معايا كده؟ ماشي. اوبزرف ذا بودي اون ذا جراوند لاينج ان ا فيرتيكال لاين ان سوري ان ا فيرتيكال بلين ويتش كونتينز ذا تو بالونز. اف ذا ميجر اوف ذا تو ديبريشن انجل، الاثنين بيبصوا لتحت، واحده 36 وواحده 54. طب السؤال هنا بقى، البادي ده في النص ما بينهم ولا الاتنين في جنبه، مثلا الاتنين بيبصوا على واحد هنا؟ معرفش، اكيد هيقول لي، صح؟ زي المسألة اللي احنا شفناها قبل كده، اكيد هيقول لي. بيقول لي find the distance between the two balloons، عايز المسافة ما بين الاتنين دول. ماشي، knowing that the two balloons observe the body from opposite direction. ده واحد بيبص من هنا وواحد بيبص من هنا. انا كده فهمت. تعالى بقى اما نرسمها بمنظر كويس بقى. ادي يا سيدي الحاجه بتاعتي اهي الجراوند ليفل، ادي البالون الاولاني وادي البالون التاني. معايا كده؟ طيب بص يا مستر،
الاتنين كل واحد منهم بيبص على بادي، واحد بيبص كده على البادي اهو، واحد بيبص على نفس البادي اهو، معايا كده؟ طيب الاتنين دول خلي بالك الاتنين على نفس الهوريزونتال ليفل وات هايت اوف 200 متر، يعني الطول ده 200 والطول ده هو كمان كام؟ 200، الاتنين قد بعض اهو، ده 200 وده 200 اهو. بيقول لي والتو ديبريشن انجل بالترتيب كده، واحد 36 وواحد 54، وليكن دي ال 36 ودي ال 54. يلا تعالى بقى اما نسمي، عايز ايه؟ عايز المسافه ما بينهم هما الاثنين، ادي الايه وادي البي وادي السي وادي الدي وادي الاي يا سيدي، اللي هو عايز يعرفه عايز طول البي دي كله، هو عايز الطول ده، كل الطول ده قد ايه؟ ادي يا سيدي اللي هو عايزه مني في المساله. يلا تعالى بقى اما نشتغل، اظن كده بقت بسيطه خالص. واحد يقول لي يا مستر خلاص دي سهله قوي، انا كل اللي هعمله هشتغل في المثلث ده صح، عندي الطول اهو 200، هجيب طول البي سي، بعد ما اجيب طول بي سي هشتغل في المثلث الثاني اجيب طول السي دي واعملهم بلس. اظن يعني ايه مش هتاخد من حضرتك وقت، اقدر اسيبها واخش على اللي بعدها وانت تكمل دي. ماشي يا شباب، واكتب لي بعد اذنك في الكومنتس تحت كده طلعت معاك كام. ماشي، هنا بقى بيقول لي a ship moves with a velocity of 12 كيلومتر بير اور in the direction 40 degrees south of the west. دايما لما بيقول لي south of the west وحاجات زي كده كنا دايما بنعمل ايه من حتى الترم الاول في الميكانكس، كان دايما الولاد طبعا الولاد كانوا يقولوا ايه، انتوا كلكم علمي يعني، لان اساسا اللي بياخد تريجنومتري كله علمي صح، كنتوا حضراتكم ترسموا لي نورث ساوث ايست ويست اهو، وتقوم عامل لي كده ادي النورث ادي الساوث وادي الايست وادي الويست، حاجه بتمشي 12 كيلومتر ان ذا دايركشن 40 degrees ساوث اوف ذا ويست. قلت لحضرتك ساوث اوف ذا ويست اللي هو فين؟ ادي الساوث وادي الويست، هقوم عامل خط كده، ال 40 هنا فين بقى؟ ها ال 40 يا ولاد ساوث اوف ذا ويست، الساوث بتاع الويست، ببتدي دايما من تاني واحد فتحط لي ال 40 هنا، فهمت كده؟ ساوث اوف ذا ويست. ماشي، يبقى دي شيب اتحركت في الاتجاه ده كده ماشيه بسرعه 12 كيلومتر بير اور ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت اند بليس وفي نفس المكان اهو، ابتدت برضه في نفس الوقت تتحرك شيب ثانيه 20 بسرعه 20 كيلومتر بير اور ان ذا دايركشن اوف ذا ويسترن نورث. ويسترن نورث دي قلنا يعني في النص بالظبط، عامله 45 و45. بص بيقول لي ايه، فايند ذا ديستنس بتوين التو شيبس افتر 3 اورز، بعد 3 ساعات. السؤال هنا دي يا اولاد اول شيب اللي هي اللي كانت ماشيه في الاتجاه اللي تحت هنا كده كانت بتمشي ب 12 كيلومتر في الساعه الواحده، طب بعد 3 ساعات تبقى مشيت قد ايه؟ طبعا هي ماشيه بكونستنت سبيد صح، يبقى همشي تمشي 12 في اول ساعه، بعدين 12 في ثاني ساعه، بعدين 12 في ثالث ساعه، ايه ده يعني 12 تايمز 3 يبقى مشيت 36 كيلومتر بعد 3 ساعات. طب الشيب الثانيه كانت ماشيه بسرعه 20 كيلومتر بير اور، بعد 3 ساعات تبقى مشيت قد ايه؟ 60 كيلومتر، ده اللينس الحقيقي. انا بقى عايز المسافه ما بينهم الطول ده. فهمت كده يا مستر، انا كده فهمت. فهمت بقى يا باشمهندس كده هنعمل ايه، بقى عندي مثلث، ادي المثلث بتاعي الزاويه دي 45 ودي 40 وانا عايز المسافه ما بين دول، تعالى كده نسميه اي بي سي. اللي انا عايز اعرفه بقى من هنا عايز اعرف طول الاي سي، اجيبه ازاي؟ ها تقول لي يا مستر استنى، ده انا عندي تو سايدز، انا همسك المثلث الكبير كله تو سايدز وانكلودد انجل، ده كوزاين لو، عشان اجيب الاي سي باور 2. بص عباره عن ايه، 60 باور 2 بلس 36 باور 2 ماينس 2 تايمز 60 تايمز 36 تايمز كوزاين الانجل اللي ما بينهم، كل الانجل اللي ما بينهم دي كام بقى؟ 85. بعد ما حضرتك تحسب لي، خلي بالك اللي انت بتحسبه ده الاي سي باور 2، تعمله لي روت يا باشمهندس، يعني نقوم عاملين ايه كده. بص بقى معايا اهو، ادي الكالكوليتور بتاعتنا، اقوم كاتب 60 باور 2 بلس 36 باور 2، سوري انا ما كاتبش ليه باور 2، 60 باور 2 بلس 36 باور 2 ماينس 2 تايمز 60 تايمز 36 تايمز كوزاين الانجل اللي ما بينهم كوزاين 85. خلي بالك تاني اللي انا بحسبه ده ايه، اللي انا بحسبه ده الاي سي باور 2، نعمل له روت ال
الكلام ده يطلع ب 67.22 كيلومتر، دي المسافة اللي ما بينهم. ماشي يا شباب، أظن يعني أتمنى إن دي تكون واضحة ليكم. نيجي يا أولاد لكويستشن نمبر 29، تعالى بقى، وده أظن آخر سؤال في الأسئلة قبل مسائل التشوز. بيقول لي إيه؟ A ship is sailing in a direction of south with constant velocity of 24 كيلومتر بير اور. تقوم طبعا حضرتك عامل لي ادي النورث والساوث وادي الايست والويست، عفوا، وادي يا سيدي الايست والويست اهو، نورث ساوث ايست ويست. طيب بعدين يا مستر نكتب كده اهو، نورث ساوث ايست اند ويست. ماشي، السفينة بتاعتي هتتحرك لتحت، هتمشي ناحية الساوس. ماشي، one of the passenger observed that a fixed point lies in a direction of 65 north of the east. يعني ايه؟ يعني واحد كده قعد بص على نقطة 65 north of the east. هو 65 north of the east ده اللي هو فين معلش؟ north of the east. ماشي، يعني احط ال 65 فين يا مستر؟ ناحية ايه؟ ناحية كده اهي، دي 65، دي اللي 65. الراجل ده بص على حته فيكست بوينت. بعد كده خلي بالك بقى، السفينه ابتدت تتحرك في اتجاهها. السفينه مش قال ان هي تتحرك ناحيه الوست اهو، السفينه فضلت تمشي اهو. بيقول لحضرتك ايه؟ after one hour the ship was in a direction of 79، المره دي ايه بقى؟ south of the west. south of the west. يعني ايه يا مستر؟ يعني بعد اما ساعه، بعد after one hour the ship was in the direction of 79 south of the west of the fixed point. يعني لو انا بقى بصيت من الفيكست بوينت دي، انا اقدر اقول ان ان السفينه نفسها بقت على مسافه 79 degrees من الساوث اوف الويست بتاعها. يعني لو ده نورث وايست وساوث ويست، انا اقدر اقول ان السفينه بتاعتي بص كانت فين بقى يا باشمهندس؟ كانت هنا كده 79 degrees من ده. يعني دي كلها اللي ب 79، يعني من النقطة دي السفينة كانت 79 degrees south of the west of the fixed point. يعني النورث والساوث والايست والويست بتاع الفيكسد بوينت. ده ايه بقى اللفة السودة دي يا سيدي؟ ولا لفة سودة ولا حاجة، ده هبل. بص بقى، هو عايز يعرف ايه؟ اهو همسح كل الهري ده. طبعا انا يهمني اهو الخط ده كده، ان دي كده لو مديت الخط ده ما بين الخط الاحمر وكده، الزاويه دي كلها كام؟ 79. طيب ايه اللي هو عايزه بعد كل ده؟ عايز الديستانس ما بين الشيب والفيكست بوينت. يعني لو ده اسمه اي بي سي دي، سوري اي بي سي، ما عندي المثلث ده، هو عايز المسافه اللي اسمها اي بي. طب دي اجيبها ازاي دي يا مستر؟ ولا اي حاجه. بص يا سيدي، تعالى كده نمسكها واحده واحده. اول حاجه، واحد من الاساتذه هيجي يقول لي ايه؟ يقول لي بص يا مستر بقى، تعالى كده نمسكها ايه واحده واحده مع بعض انا وانت. بص يا بطل، من الاول كده مش دي 65؟ طب ما انا اقدر اقول الزاويه دي كلها كام؟ انا همسح الخط اللي في النص ده، مش عايزه في حاجه اهو. ده كده مش دي 65؟ 65 واللي تحتها 90، 65 و90 تبقى 155. عرفت يا مستر الزاويه دي كده بكام؟ ب 155 اهو، يبقى كل دي كده ب 155. طيب حاجه كمان، استنى كده معايا بقى، مش دي 65؟ في حرف زد كده، تقول لي مش دي برضو 65؟ المفروض الحتة دي، تقول لي ودي كلها 79، أعملهم ماينس 79 ماينس 65، تطلع الزاوية اللي فوق دي بكام يا ولاد؟ وها تطلع ب14. تاني يا مستر معلش، تاني الحتة دي. بص يا بطل، الخط الزاوية دي كده كلها 79، ولو عملت حرف زد دي 65 من أول الأحمر لحد الأزرق، فعشان اجيب الزاويه الصغنونه اللي هنا دي هعمل 79 ماينس 65. تطلع بكام يا مستر؟ تطلع ب 14. همسح كل الهري ده بقى واكتب الزاويه دي ب 14. وقلنا يا مستر ان الزاويه اللي في النص دي كلها بقى، انا همسح كل ده هي ب 155، والسفينه كانت نزلت لتحت 20 ماشيه بسرعه 24 في الساعه الواحده، وهي مشيت ساعه واحده. خلاص اعمل 180 ماينس وافتح براكت 155 بلس 14 تطلع لك 11، الزاويه دي ب 11. خلاص بقى عندي مثلث، بص بقى كان عندي مثلث اهو. بص مثلث ايه شكله؟ منيل شويه كده.
انجل ب 155، انجل ب 14، انجل ب 11، وسايد ب 24، وعايز اعرف الطول ده اعمل ايه؟ خلاص يا مستر اهو، وده مثلا اسمه اي بي سي. خلاص يا سيدي هتقوم عامل اي بي اوفر ساين ال 155 ايكوال ال 24 اوفر ساين ال 14. بس ادي اللي حضرتك هتعمله. فهمت كده هتعمل ايه؟ ادي يا سيدي الدنيا بمنتهى البساطه، حضرتك هتعمل كروس مالتيبليكيشن وتطلع لي طول الاي بي، دي المسافه ما بينهم هما الاثنين، هتطلع لحضرتك ب 42 كيلومتر. طبعا هي المسائل زي ما انت شايف بتحتاج تاخد وقت شويه، عشان لما تيجي تقراها كده انا حتى بقعد ساعات اقراها كذا مره عشان بس ايه اتاكد اني فاهم كل حاجه صح. مسائل اللي تشوز بقى تعال نرجع لها، مسائل بسيطة جدا، بيقول لي from the top of a lighthouse، ادي lighthouse اهو، a boat was observed at an angle of depression of 38 if the horizontal distance between the boat and the base is 220 اهو، يعني المسافة الـ horizontal distance ما بين البوت والـ lighthouse 220، والـ angle of elevation زي ما قلنا قال لي بكام؟ قال لي الـ angle of depression 38، يعني الـ angle دي 38، يعني الـ angle دي 38. خلاص كده ايه اللي هو عايزه بقى؟ عايز الهايت اوف ذا لايت هاوس. اظن بقت بسيطه خالص، هتقول لي الاي سي اوفر ساين الكام يا اولاد؟ ال 38 ايكوال ال 220 اوفر، وتحسب لي الانجل دي، هتطلع مع حضرتك الانجل دي المفروض تطلع بكام يا سيدي؟ المفروض تطلع ب 52 اوفر ساين ال 52. بس كده 120 اوفر ساين ده كروس مالتيبليكيشن، ويا باشمهندس تقوم مطلع لي الكلام ده، هتطلع مع حضرتك في الاختيارات انهي واحده؟ هتطلع يا سيدي نمبر بي، هتطلع ب 172. ماشي يا شباب، نيجي للكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي because of the wind the upper part of a tree is broken that to make an angle of 60 degrees with the ground. يعني شايف الزاويه دي كده 60، الشجرة اتكسرت عشان to make with the ground. ماشي؟ طيب if the point of contact ال point of contact of the top of the tree with the ground was at a distance، شايف ال point of contact اللي هي النقطة دي with the ground make a distance 10 meter from its bottom، يعني المسافة دي 10 meter. عايز يعرف ايه بقى؟ then the tree height، خلي بالك هو عايز طول الشجرة. يعني ايه طول الشجرة؟ يعني عايز السايد ده بلس السايد ده. ما هو خلي بالك ما هو ده الشجره كلها، دي الشجره اتكسرت. يعني ده هو عايز الاثنين دول اعملهم بلس. فهمت كده. طب بص على فكره ممكن واحد يحلها على طول، شغل زمان بقى العيال الصغيره، مش الزاويه دي 30؟ تقول لها مستر اللي في وش ال 30 هاف يعني اللي في وش 30 هاف الهايبوتنس، يبقى ده 20. بعدين يجي يعمل بايثاغوراس، ده سكوير بلس ده سكوير ماينس، ويطلع لي ده صح كده 20 سكوير ماينس 100 سكوير، وبعدين يعمل لهم ايه بقى؟ ها يعمل لهم ايه؟ يعمل لهم يا سيدي بلس في الاخر عشان يعرف طول الشجره كلها. فهمت؟ وطبعا في الاخر يجيبها في السمبلس فورم، يبقى 20 سكويرد ماينس 10 سكويرد، كل ده طبعا اعمله تحت الروت، صح؟ روت الكلام ده يطلع السايد الاخير ده ب 10 روت 3، يبقى السايد يا اولاد اللي عندي الثالث ده ب 10 روت 3. طب يا مستر يبقى طول الشجره عباره عن ايه؟ 10 روت 3 بلس 20 صح؟ اعمله كده اهو بلس 10 روت 3 اهو، 10 روت 3 اهو، هعمله بلس 20 وتجيبهولي في الاخر في السمبلس فورم اهو، يطلع ب 37.3. يبقى الاجابه بتاعت حضرتك نمبر كام يا باشمهندسين؟ تطلع الاجابه نمبر سي، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون سي. ده تاني سؤال. ماشي؟ نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي as a man approaches the base of a tower، واحد بيقرب من البيز اوف تاور بيحصل ايه بقى في الانجل اوف اليفيجن؟ ها انت شايف لو مثلا واحد بيقرب عنده تاور وبيبص للتوب اوف تاور، الزاويه بيحصل لها ايه؟ كل لما بقرب لقدام الزاويه بيحصل لها ايه؟ بتزيد الانجل اوف اليفيجن، بتزيد صح زي ما احنا قلنا كده، يبقى از انكريزنج. ها نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ يبقى دي سوري احنا كنا قلنا is increasing. اللي بعده بيقول لي if a man measures the angle of elevation، ماشي، او the elevation angle of the top of a tower، بيقيس ال elevation angle of the top of a tower from point A، ماشي زي ما احنا شايفين كده it was theta 1، ماشي. بعدين when the man ascends طلع vertically up and the measure of the elevation angle بقت theta 2،
بيقول لي انهي واحده الاكبر بذمتك كده، انت شايف ايه؟ انت شايف هل الثيتا 1 اكبر من الثيتا 2، ولا الثيتا 1 اصغر من الثيتا 2، ولا الثيتا 1 ايكوال الثيتا 2، ولا انت شايف ايه؟ انا طبعا شايف ان طبعا الثيتا 1 اكبر من الثيتا 2، ماشي. واحد يقول لي الصم بتاعهم ب90، عرفت منين الصم بتاعهم ب90؟ لا طبعا طبعا لا. ليه؟ لان عشان الصم بتاعهم يبقى 90 لازم دي كمان تبقى ثيتا 2، عشان دي اساسا 90، ما هو بيطلع لفوق. فطبعا لا، ده الكلام ده هبل، مفيش كده. هي دي يا مستر، يعني اكيد الثيتا 1 اكبر من الثيتا 2، ماشي. نيجي اللي بعده لنمبر 5، بيقول لي البوينت A lies نقط with respect to point للاوريجين بوينت. دي بنسميها ايه بقى يا اولاد؟ لو انا هقول 35 اقول ايه؟ west of the north، صح؟ west of the north، يبقى 35 west of the north، ماشي يا باشمهندسين. دي كانت نمبر 5. نيجي للي بعده، السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 6، هم كلهم اظن ده اخر سؤال في التشوز. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي if the measure of the elevation angle of the point E، يعني لو انا ال elevation angle of the point E when it's measured from point B، ماشي، عايز يعرف عبارة عن ايه؟ لو انا ببص كده، يعني مش هي عبارة المفروض عن الانجل دي، ال measure of the elevation angle of the point E when it's measured from B، هي الانجل دي. طب الزاوية دي بقى عبارة عن ايه؟ هل عبارة عن هي الزد، ولا هي الواي، ولا هي واي بلس زد، ولا هي ايه؟ اعرفها منين دي يا مستر؟ تعالى كده بقى اما نفكر فيها ونمخمخ فيها كده مع بعض. بص يا بطل، الزاوية دي اجيبها ازاي يا مستر؟ بص بمنتهى البساطة، واحد يقول لي يا مستر مش في حرف زد عندي؟ بص كده على حرف الزد ده، شايف كده الحرف ده؟ تقول لي ما هي الزاوية اللي انا عايزها دي، ها، ما هي الزاوية اللي انا عايزها دي هي عبارة عن دي كلها، ما هي دي هي دي، ها. تقول لي طب ما تستنى، انا عندي جزء منها زد، الحتة دي بقى. تقول لي ما هي الواي. ازاي؟ ما هو يا ابني حرف تاني اهو، شايف بقى حرف الزد ده؟ فدي برضو واي يا مستر. يعني انت قصدك ان دي كده واي بلس زد، هي واي بلس زد، يبقى هي دي. ماشي يا ولاد، ده كان اخر سؤال عندنا، معلش لو كنت طولت عليكم شوية. وبكده يا ولاد يعني يبقى الليسون بتاعنا، طبعا زي ما قلت لكم الليسون ده خاص لطلبة العلم بس. اتمنى يا ولاد ان احنا نكون استفدنا حاجة من الكلام ده. اي حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات يا ريت يبعتها لي كلها، تقدر تكتبها في اي كومنت تحت في الفيديو. طبعا هكون سعيد جدا باي كومنت واي لايكس للفيديو. اتمنى يا ولاد نكون استفدنا حاجة من الكلام ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ميرسي جدا.